مساء الخير، مساء الفرحة، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة. ودايما احنا بنقول احنا فينا حاجة حلوة، وكان ينفع ما نفرحش النهاردة؟ يعني بذمتكم ما كانش ينفع مصر كلها تفرح النهاردة؟ كان ينفع مصر كلها في هذه المباراة تزعل؟ يعني لازم يكون في استكمال لكل حاجة حلوة في البلد. يعني هل ينفع البلد اللي بتتبني واللي بتطلع واللي بتتزعم واللي بتشتغل واللي كل الناس شغالة وكل الناس شقيانة وكل الناس بتنتج، هل كان ينفع منتخب مصر كمان ما ينتجش؟ النهاردة منتخب مصر عمل ملحمة كبيرة جدا في كأس الأمم الإفريقية. هي مش غريبة ان احنا نوصل سيمي فاينل، على فكرة احنا دي المرة 16 واحنا اصحاب الرقم القياسي للوصول لدور الأربعة او الدور نصف النهائي او الدور قبل النهائي زي ما بنقول يعني. انما النهاردة الملحمة في ايه؟ ان احنا شفنا منتخب مصر بيقدم واحدة من دروس الروح القتالية في قلب الملعب بتاع أحمدو أهيجو ده في ياوندي في الكاميرون، وينطلق بكل ما أوتي من قوة رغم أنه تأخر في أول أربع دقائق من خطأ غير مقصود لأيمن أشرف، مش لأن المغرب كان أفضل، خطأ غير مقصود من أيمن أشرف، الكرة الوحيدة اللي أشرف حكيم نقدر نقول عمل بيها حاجة للمغرب في المباراة. اتأخرنا بجول، وفي الماتشات اللي زي دي لما تتأخر بجول على فكرة الفرق بتتهد، لكن وكأن الجول ده كان زي نقطة انطلاق لأسود، إذا كان الأطلسي بيقولوا أسود الأطلسي فمنتخب مصر هم الفراعنة، فأسود الفراعنة قدروا النهاردة أنهم يحولوا المباراة لملحمة لدرجة أن احنا كان الاستحواذ بتاعنا في الشوط الأولاني والهجمات والشغل معدي 60%، يعني كأن المباراة كانها من طرف واحد. منتخب مصر النهاردة نجح في كل حاجة، في كل حاجة في عالم كرة القدم. على مستوى الروح القتالية كنا أفضل، على مستوى التكتيك كنا أفضل، على مستوى التشكيل كيروش الحقيقة النهاردة عمل شغل جامد جدا هنتكلم عنه بعد شوية، ويستحق مننا الاعتذار لأنه فعلا نجح إن هو يطلع تدريجيا بالفريق عشان يوصل للمستوى ده. احنا قلنا في كوت ديفوار كسبنا وقلنا مش عايزين نحكم عليه ونبقى متسرعين ان الراجل عمل نجاح كبير قدام كوت ديفوار، خلينا نستنى المغرب. استنينا المغرب لقينا فريق الحقيقه جاهز من الناحيه الفنيه، جاهز من الناحيه النفسيه، جاهز من ناحيه التركيز، كل اللعيبه في الملعب نجوم كبار جدا، كل الجهاز بره الملعب نجوم كبار جدا. انا مش عارف اقول من نجم المباراه صلاح هو اللي خد احسن لاعب في المباراه، لكن انا الحقيقه هل صلاح فعلا احسن لاعب في المباراه؟ عامل جول وجايب جول، هو نجم النجوم طبعا وصلاح يعني فوق كل الكلام ده، لكن لما اجي اقول هل ابو جبل اللي كان بيبكي وهو خارج وبيتحمل على نفسه مع لعنه الاصابات اللي عماله تصيبنا واحنا عمالين نتخطاها عشان تعرف قد ايه معدن المصري النهارده ده، كيروش النهارده بيلعب بلعيبه ما كانش حد يعرفها قبل البطوله، في لعيبه في الملعب ما كانش حد اصلا يتخيل انها تبقى موجوده في منتخب مصر. لو انت قعدت من شهرين ثلاثه كده تقول هو ممكن محمد عبد المنعم في منتخب مصر هتقول ايه ده والراجل ده اتجنن ولا ايه، وممكن عمر كمال عبد الواحد يلعب في منتخب مصر ايه ده، معقول في اسماء في الملعب؟ وهل ممكن مهند لاشين ينضم لمنتخب مصر ويبقى احتياطي استراتيجي ليك؟ وممكن محمد صبحي يبقى حارس مرمى منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه؟ هل ممكن؟ كل دي كانت اسئله مستحيل، ولا مرموش كان مستحيل حد يتخيل ان الاسماء دي تبقى موجوده في منتخب مصر، انما لعبت واجادت واشتغلت زيها زي النجوم الكبار النهارده، الخبرات العظيمه لمحمد صلاح والحجازي والنني والتريزيجيه لما نزل، نجوم كبار ايمن اشرف وابو جبل، نجوم عظيمه ونجوم كبيره الحقيقه، ونستحق الفوز على المنتخب المغربي. قبل ما ادخل معاكم في التفاصيل عايز اقول لكم على حاجه، قصه كده حصلت من 4 شهور أو 5 شهور. كنت بتكلم مع الأستاذ هاني العتال ورئيس مجلس إدارة اي تي سي، كنا اشتغلنا حتى القناة لسه فتحناها يعني. فاحنا قاعدين كده قاعدة، فقال لي بقول لك إيه؟ أنا عايز أعمل أغنية لمنتخب مصر وأزيحها في كأس الأمم. فقلت له، فأنا سكت كده واندهشت يعني، كان قاعد معنا صديق ثالث وقتها يعني محمود فكري. فبقول له ايه ازاي يعني؟ يعني ايه اغنيه وتزحها؟ قال لي عايز اعمل اغنيه احنا نهديها كاي تي سي لكل المصريين ولكل نجوم مصر ولكل نجوم منتخب مصر والمنتخب مصر ولكل الشعب المصري ولكل الميديا المصريه ولكل الناس تاخدها تزحها براحتها. اهداء من اي تي سي. فقلت له بس استحصى واحد، انت عايز تزحها فين؟ تزحها بمناسبه ايه؟ يعني تعمل اغنيه، اغنيه يعني بتعمل اغنيه وكلمات ولحن وتكاليف عاليه جدا وتتصور وشغل جامد جدا يعني الحقيقه يعني. فقلت له طب في كاس الامم ازاي؟ احنا كنا في شهر 10 يمكن اول نص 10 حاجه كده او اول 10 حاجه كده.
في النص الاولاني من 10 يعني من اكتوبر. فقلت له ازاي يعني؟ قال لي بص احنا في كاس الامم هنعمل حاجه. فقلت له هنعمل حاجه ازاي بامره ايه يعني؟ ده احنا بص ماشيين نتعكز يا يعني. كان الكابتن حسام البدري لسه ماشي، كان كارلوس كيروش لسه جاي، وقطمنا كده واحده براولين من زي بتوع المصارعه كده لما استبعد قفشه واستبعد محمد شريف والكلام ده، كان لسه الموضوع طازه بقى وقاعدين نتكلم فيه والميديا والكلام ومشاكل وحواديت. قال لي بص اسمع مني احنا هنعمل اغنيه. فسمعت منه قلت له انت حر، انت راجل رئيس مجلس الإدارة انت حر. لفت الأيام ومرت الشهور ولقيت هاني العتال بيكلمني النهاردة اللي شفت مش أنا قلت لك ان احنا الأغنية دي هنزحها في كاس الأمم؟ فاحنا هنزحها فعلا في كاس الأمم، وتشوف الأغنية اللي بيهداها اي تي سي لمنتخب مصر ولكل المصريين ورئيس مجلس الإدارة طلع على حق فعلا. هذه الأغنية بمناسبة فوز المنتخب المصري، وأي منتخب لمصر بيقدر يرفع راية مصر خفاقة وعالية وبتظهر فعلا معادن المصريين في مثل هذه البطولات وفي مثل هذه المباريات. الأغنية دي بتقول لكل المصريين تتحد تحت راية المنتخب. لما منتخب مصر يلعب مفيش حاجة اسمها أهلي، مفيش حاجة اسمها زمالك، مفيش حاجة اسمها اسماعيلي، مفيش حاجة اسمها مصري، مفيش حاجة اسمها اتحاد، مفيش حاجة اسمها غزل المحلة، كلنا بنبقى مصريين في هذه اللحظات. منتخب مصر النهاردة الحقيقة استحق الفوز، وحلاوة الفوز انه عن جدارة وعن استحقاق. والشوط الثالث والرابع احنا لاعبين خد بالك وقت اضافي، الماتش اللي فات بتاع كوت ديفوار والمغرب لعبه قبلينا كمان بيوم، كانوا كسبانين 2-1 وما كانوش لاعبين وقت اضافي وكان عندهم وقت يرتاحوا ويعملوا استشفاء بتاعهم، ورغم كده احنا قدرنا ان احنا نقف على رجلينا وقدرنا ان احنا في الوقت الاضافي نكون افضل بكتير جدا 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 ونحرز هدف في الشوط الثالث ونستطيع ان احنا نفوز بهذه المباراه عشان يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الكاميروني في الدور قبل النهائي الساعه 9 مساء يوم الخميس القادم. اعتقد اللحظه دي بقى من ضمن الناس اللي لازم نهنيها اتحاد الكوره بصراحه يعني، وما نيجي نهني اتحاد الكوره لازم نهني نجوم اتحاد الكوره، النجوم اللي شقيت وتعبت وداقت الفرحه دي برضو قبل كده وعارفه معناها ومقدرها كتير جدا جدا جدا. معايا احد نجوم الكره المصريه وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم واحد المساهمين ايضا في هذا الانتصار لانه كان موجود في الجهاز الفني مع الكابتن حسام البدري لغايه وقت قريب جدا، كابتن محمد بركات. يا مساء الفل. مساء الفل عليك يا كابتن شبانه، وحشني كتير. انت كتير والله كمان، وانت من الناس الجميله والنجوم الكبار واللي صنعوا تاريخ كبير جدا في الكره المصريه، وعارف يعني ايه الفرحه بتاعت النهارده دي دقتها يعني. طبعا اكيد اكيد يا كابتن شبانه والله، يعني خلينا في البدايه طبعا يعني نقول الف مبروك للشعب المصري كله على الانتصار النهارده وصعودنا للمباراه اللي قبل النهائيه في البطوله. اللي
اللعيبه كانوا رجاله. الماتش بتاع النهارده عملوا جيم كبير، اللعيبه كانوا رجاله. ماتش كوت ديفوار من 4 ايام فاتوا عملوا ماتش كبير. الحمد لله مستوانا اتطور في البطوله، وخلاص الناس عشمتنا بقى، اللعيبه عشمونا دلوقتي خلاص بقى ان شاء الله بمزيد. خلاص احنا كده نكسب اي حد يعني، خلاص بقى محطتين بس يا كابتن شبانه، ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم. وطبعا بنقول طبعا هارد لك للمنتخب المغربي طبعا، منتخب محترم جدا طبعاً. ولكن يعني الحمد لله على المكسب. كابتن بركات شفت لك تصريح رائع الحقيقه بعد الماتش بتاع كوت ديفوار، وقلت فيه انه كيروش مكمل في كل الاحوال، وكان واضح من تصريحك ان انت بتبعت رساله دعم كبيره جدا للجهاز الفني. هل فعلا انت شايف انه بدا الراي العام يقتنع بقدرات المدير الفني، واتحاد الكوره بيزرع الثقه دلوقتي للراي العام في الجهاز الفني ككل؟ والله بص يا كابتن شبان، علشان تبقى عارف يعني، يمكن التصريح اصلا يمكن طلع بعد مباراه كوت ديفوار، بس انا عايز اقول لك ان احنا بمجرد فوزنا بالانتخابات كان يوم 4 يوم 5 يناير، احنا حضرنا تمرينه المنتخب يوم 6 يناير. كلمنا كلنا بصفه عامه كده كمجلس كلنا مع كيروش ان كل الدعم، وان احنا في ظهر المنتخب وفي ظهر الجهاز الفني. ويمكن انا قعدت معاه يمكن على انفراد يوميها بعدها يمكن حوالي ربع ساعه، وفهمته ان احنا بنثق في قدراته كمدرب كبير، وهو ليه كل الدعم، وان هو هيبقى موجود معانا لحد شهر 3 لحد ما يكمل اللي هو جاي ليه، اللي هو ان شاء الله الصعود لنهائيات كاس العالم. فالكلام ده كان من قبل كده اصلا في حوار جانبي مع كروش، ده مش عشان حاجه قد ما هو علشان ان احنا عارفين ان هو مدرب كبير بنثق في قدراته. وابتدت دلوقتي الدنيا كلها تبان، والدنيا ماشيه من احسن لاحسن. يمكن كانت في البدايه كان في بعض المشاكل، وكانت مشاكل بسيطه يعني، يمكن كانت لعيبه مثلا بتلعب في اماكن غير اماكنها او حاجه، ولكن بمجرد كل حاجه ما ظبطت الحمد لله المنتخب ظهر بالشكل المناسب فنيا. الروح يا كابتن شبانه برضو اما رجعت وبقى في قلب، كل ده محسوس وباين. بنشوف ازاي اللعيبه بتساعد بعض في الملعب، محدش بيخلي واحد حد من زمايله واحد على واحد بيقرب منه بيروح يساعده، كل الحاجات دي ظاهره. وان شاء الله يعني نكمل على كده ان شاء الله، لان طبعا المباراه اللي جايه مباراه في غايه الصعوبه طبعا، طبعا المنتخب الكاميروني صح على ارضه وبين جمهوره الارض، لازم نبقى اقوياء جدا على ارض الملعب، ونبقى في منتهى الشده. ونتمنى طبعا كمان ان التحكيم يبقى على خير ما يرام ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. قول لي بقى، اول ما جه البنالتي احساسك كان ايه؟ قلقت طبعا زينا كده. والله بص يا كابتن شبان، انا اقول لحضرتك على حاجه، يمكن طبعا ايمن عمل ماتش كبير طبعا جدا النهارده جدا طبعا. ولكن يمكن كان هو بس خانه التوفيق ان هو خد القرار ان هو ينزل، خصوصا ان هو يمكن ما كانش ضامن الكره. احنا دايما بنقول في موقف زي كده ما تنزلش وتزحلق الا اذا كنت ضامن انك تشيل الكره بنسبه 100%. ولكن عايز اقول لك ان احنا كنا بنتكلم على مدار الايام اللي فاتت وبنقول ان خطوره المنتخب المغربي اشرف حكيمي طبعا، اول حاجه موجوده اشرف حكيمي، لان انا كنت لسه مدار الاسبوع بقول الراجل بيلعب باك رايت وهاف رايت وينج رايت، وبيعتمدوا عليه اعتماد كبير جدا، والكره في رجله في منتهى الخطوره. فهو قدر ان هو يستخدم مهارته، ازاي قدر ان هو يقف بالكره، ازاي بعد ما هدى الريتم قام مسرع مره واحده علشان يعدي. ولكن يعني على مدار المباراه كلها خد بالك احنا وقفناه تماما طول الماتش، ما هو ما عملش اصلا اي حاجه خالص، بالعكس يعني هو ما عملش غير وتنرفز كتير وتعصب كتير، وهو اول مره اشوفه بقى بيتنرفز يعني، هو ملقى نفسه مقفول عليها. كابتن احمد بقول لك احمد فتوح جنانه، خد بالك لا احمد فتوح النهارده يعني طبعا اللعيبه كلها، ولكن طبعا على وجه الخصوص احمد فتوح النهارده يعني نجم كبير جدا من نجوم المباراه، من نجوم البطوله بصراحه كلها بصراحة يعني. مظبوط. فهو يعني الراجل خرج عن شعوره في الاخر، لان حس ان هو مقفول عليه، ودي حاجه تحسب يا كابتن شبانه، لازم نتكلم فيها للجهاز الفني مستر كيروش، ازاي في ماتش كوت ديفوار وقفنا خط الوسط القوي جدا لكوت ديفوار، ازاي وقفنا بيبي ناحيه اليمين وماكس جراديل ناحيه الشمال اللي هم في منتهى الخطوره. ودوت بقول لك من خلال التكتيك اللي بيتعمل، المساحات اللي مش موجوده اللي بنحاول نضايقها على قد ما نقدر،
ازاي اللعيبه بتساعد بعض، خصوصا كوت ديفوار يا كابتن. لو لاحظت هتلاقي ان كل ما الوينج بيمسك كوره هتلاقي اتنين عليه من مصر، على طول فتلاقيه واحد بياخد واحد في القرار ظهره. ان هو يرجع مظبوط، تاني بالكوره صح ويدور صح اللعب، صح مش قادر برافو ياخد عليك، صح القرار بواحد على واحد اللي بتبان مظبوط فيها خطورته. مظبوط. فطبعا بنبارك لهم وبنقول لهم الف مبروك، وبنقول للشعب مره تانية الف مبروك، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله طول ما الروح دي هتفضل موجوده. حسيت ان الماتش راح لركلات الجزاء ولا كنت واثق ان احنا هنجيب الجول؟ لا، كان عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه النهارده، اللعيبه عامله جيم كبير واللعيبه فايقه، ودايما يعني الواحد يعني لما بيبقى فايقين كده وكويسين الواحد بيزعل والله يا كابتن لما بتروح لضربات الجزاء. الحمد لله ربنا سترها معانا، مباراه كوت ديفوار كنا لازم نحسمها في خلال ال 120 دقيقه لان احنا كنا احسن كتير، الحمد لله ربنا كرمنا النهارده. وسعيد جدا كمان اللي جاب الهدف وكمل، تريزيجيه كان محتاج الهدف كان دوت محتاج جول اكيد، طبعا طبعا. يعني اصابه كبيره وكده، والحمد لله دلوقتي تريزيجيه برضه ما بيبقى موجود غير اول البطوله. خد بالك راح اعاره النهارده لباشاك شهير التركي لنهايه الموسم، هيلعب هكسر وهيأتيه الدنيا. يعني. بص يا كابتن احتمال يرجعوا في تريزيجيه، كلامهم بعد الماتش ده استون بس فيلا. تريزيجيه بص تريزيجيه يا لعيب كابتن كبير، وهو في حالته لعيب عالي جدا جدا، طبعا وكان ليه مساهمات كبيره جدا المره مظبوط اللي فاتت في الوصول مظبوط لكاس العالم روسيا، ما حدش يقدر ينكرها. طبعا وده طبعا كان بدايته في البطوله، كانت لازم تبقى اكيد بدايه هاديه بعد فتره كبيره جدا من الـ من 10 الـ شهور بعيد. كتير قوي يا كابتن، يعني شهور طبعا طويله قوي، طبعا يعني الكره مش عافيه، يعني لازم بترجع بتاخدها واحده واحده. مظبوط ولكن يعني النهارده الرجاله كلهم قدوا، الرجاله بنطمع وبنفضل نقول كل مره يا كابتن شبانه عندهم كمان اكتر من كده، مظبوط يعني عندهم اكتر من كده، واتحاد الكره في ظهرهم، ووزاره الشباب والرياضه والبلد كلها والجمهور اللي عايز احييه يا كابتن شبانه، اللي هو الجمهور اللي بس بيجي النهارده كان في الجمهور بقى، كان حاله تفاؤل النهارده في الشارع كبيره قبل الماتش بصراحه. ما هو اللعيبه يا كابتن اللي بتدي بصراحه الايحاء والانطباع ده للجمهور. انا بقول لك، اقول لك على حاجه، العب بروح واعمل مباراه كبيره والعب بقلب واعمل اللي عليك، وسيب واخسر النتيجه على ربنا، صح، ما وان حدش الجمهور هيكلمك، مظبوط النتيجه مظبوط ديت في الاخر دي بتاعت ربنا. مظبوط ولكن الحمد لله المشهد متغير خالص الفتره ديت، الحمد لله. ونتمنى ان احنا يعني نقدر ان احنا نكسب بطوله غاليه 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 جدا، اكيد كلنا مستنينها وهتبقى دافع كبير جدا بقول لك لنا ان ايه، شاء الله اذا في كسبنا الماتش. البطوله دي هتعمل ايه؟ عشوه. الله ده هنكسب. خد بالك بقى، وشكوا حلو، انتوا لسه ماسكين يعني، ده انت والله مالكوش. والله والله يا كابتن نكسب ونعمل 100 عشوة ونوصل كأس العالم لا ونعمل اصل انت خد بالك، 100 عشوة. لما مسكتوا الاتحاد الناس كانت بتعملت مصمش، الله يكون في عونكم، لانه كان الناس قلقانه جدا، والمستوى كان يعني الناس بتقول عليه في مشاكل في بدايه المشوار، لكن انتوا الحمد لله وشكوا حلو على المنتخب الحقيقه، وواضح ان انتوا يعني على طول يعني تكاتفتوا وقدرتوا ان انتوا تتعاملوا مع الجهاز الفني بشكل محترف وبشكل محترم، والنتائج عمرها ما هتبقى كده الا لو في تكاتف من الكل، يعني من اللعيبه ومن والله الجهاز لا، ومن اتحاد الكوره والنية ومن يا كابتن، الدوله والله بكل ده. يعني النية، النية بصراحه كمان يا كابتن شبانة، بصراحه النية النية الحمد لله، النية صافية، ومجموعة اللي موجودين في مجلس الإدارة احنا يعني بنتعامل، يعني كلنا بنحب بعض جدا وبنتعامل مع بعض يعني معاملة الإخوات يعني. وخد بالك انتوا الحمل عليكم تقيل جدا يا كابتن، لان انت من النجوم الكبار، ومعاك كابتن حازم امام من النجوم الكبار، ومعاكم ناس اداريين على مستوى عالي جدا، اذا كان كابتن جمال علام او خالد الدرندالي، كل دي مجموعه، وكل الناس طبعا اللي موجوده، فالناس منتظره من الاتحاد ده يبقى اتحاد جدي جدا وعملي جدا، ويعمل طفره ونقله في الكره المصريه، فالعبء العبء عليكم هيبقى ثقيل جدا ان شاء الله، وباذن الله نقدر نحقق نتائج اقوى من كده في كاس الامم، مش عايز اقول بنحقق اللقب، باذن الله ده يحصل، ونروح كاس العالم وتبقى انطلاقه للكره المصريه كلها في عهد هذا الاتحاد باذن الله. ان شاء الله كابتن كله يعني كلنا قد المسؤوليه باذن الله، ويعني ونتمنى نبقى عند حسن ظن الجميع، ان شاء الله. وزي ما بقول لك طول ما احنا عندنا القماشه عارفين انها قماشه محترمه احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه، هي لعبه الكوره، فنيات الفنيات موجوده، الفنيات مع الروح، الروح اما بتختفي شويه الناس بتزعل بتتضايق ما بيبانش الشكل، ولكن في الروح اما بتظهر وما كل واحد بيطلع اللي عنده ما بيبخلش دوت الشكل اللي بيبقى موجود اللي هو دلوقتي مفرح الدنيا. والف مبروك مره تانية للشعب، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن ان الله شاء يوم الله الخميس باذن اللي الله، مبروك في عليك وعلى المباراه كل النهائي. الكره المصريه. كابتن محمد بركات، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ونجم الكره المصريه، طبعا شكرا جزيلا لك على هذه المداخله، وان شاء الله نبارك لك قريب على الفوز باللقب، زي ما بركات قال كده،
انه بيحسب لكارلوس كيروش ويحسب للجهاز الفني ان اول ما الدنيا اتظبطت انطلقت القافله بهذا الشكل. كارلوس كيروش يستحق مننا النهارده بقى ان احنا نقول له احنا اسفين جدا. يستحق. نقول له انت تستحق التحيه. ليه؟ لانه كارلوس كيروش هاجمناه جدا. انا عايز اقول لكم ليه انا بقول كده، مش مجرد انه حط اللعيبه في اماكنها، خد بالك، لكن هو مغامر لانه اكتشف وجوه في المنتخب تستحق انها فعلا تبقى موجوده في المنتخب، وده حاجه تحسب له. ودينا مثالين محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، زي ما قال بركات كده انه كان تريزيجيه محتاج وقت. مين يثق في قلب كاس الامم انه يدعم لعيب زي تريزيجيه راجع من 10 شهور وكلنا هاجمناه لو تفتكروا، قلنا ازاي وضمه حتى لو تريزيجيه لعيب كبير بس بعيد عن مستوى اداله ماتش في 2 في 3 عشان النهارده يجيب الجول اللي يوصلنا ويكسبنا المباراة ويوصلنا الدور قبل النهائي. لعب بطرق مختلفة، لعب بلاعبين، لعب في نص الملعب في الوقت اللي احنا كنا بنقول لازم زيزو يلعب في ماتش كوت ديفوار ولازم عبد الله السعيد يبقى، وناس بتقول كذا وناس، لعب بحمدي فتحي وقفل على كوت ديفوار، وزمال بركات برضو من شوية قدر ان هو يذاكر كويس جدا نجوم المنتخب الايفواري خصوصا خط النص وخط الهجوم. النهاردة قدام منتخب المغرب قلنا هيلعب واحد من ثلاثة مكان حمدي فتحي. قلنا اما يلعب بمهند لاشين عشان يعمل نفس دور حمدي فتحي، اما انه يبدا بزيزو عشان يبقى فيه مباغته هجوميه من البدايه، او بعبد الله السعيد. محدش قال ايمن اشرف، قليلين الا عبد الستار صبري ابن الايه اللي هيبقى معايا بعد دقائق، يعني هنتكلم معاه في هنحلل المباراه، والكابتن طارق مصطفى قال هيلعب بايمن اشرف، وقفل فعلا ناحيه اشرف حكيمي اللي ظهر بمستوى متراجع جدا جدا في هذه المباراه، وكان متعصب جدا جدا في المباراه دي لانه ما قدرش ياخد راحته كلاعب كبير. اشرف حكيمي يعني افضل باك رايت على مستوى العالم، الراجل لعب في الانتر ولعب قبلها في ريال مدريد ودلوقتي بيلعب في باريس سان جيرمان في ظل نجوم، يعني بيلعب مع ميسي وبيلعب مع مبابي ولعب اساسي ونيمار وديماريا، يعني مكسر الدنيا يعني. ورغم كده النهارده احمد فتوح مع ايمن اشرف مع عمر مرموش قفل تماما الجبهه اللي ناحيه اشرف حكيم، عشان كده كارلوس كيروش بنقول له تستحق فعلا كل التحيه. عاد الفراعنة وعادت سيمفونية الإبداع، وفاز المنتخب الوطني على المغرب في موقعة تكتيكية تفوق فيها كيروش على خليلوزيتش وعلى نفسه ليضرب موعدا مع الكاميرون المستضيف، ويؤكد أنه منتخب البطولات المجمعة والعارف بأسرار بطولة الأمم الإفريقية التي يمتلك كل أرقامها القياسية. كان صلاح في الموعد، فظهرت الخطورة الهجومية للفراعنة وظهرت الروح القتالية للاعبين رغم الإصابات التي تلاحق المنتخب منذ بداية البطولة، فكانت ليلة من ليالي مصر الكروية السعيدة، وقدم منتخب مصر شوطا هجوميا من الطراز الفريد في الشوط الأول، وكان الأكثر سيطرة واستحواذا ومحاولات، لكنه خرج متأخرا في النتيجة نتيجة خطأ من أيمن أشرف، منح أشرف حكيمي ضربة جزاء تصدى لها سفيان موفال وترجمها لهدف التقدم، ومالت الأفضلية للفراعنة أمام الأسود الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، وأجرى كيروش تبديلا اضطراريا بخروج حجازي للإصابة ونزول تريزيجي وعودة أيمن أشرف لقلب الدفاع، ولم يندفع البرتغالي كارلوس كيروش خلف رغباته الهجومية في مواجهة المنتخب المغربي. كيروش لعب بطريقته المعتادة 4-3-3، وشهد تشكيل الفراعنة لمواجهة المغرب تغييرين على التشكيل الذي خاض به لقاء كوت ديفوار بعد التحسن الكبير في الأداء، مع تواجد أبو جبل بدلا من الشناوي وأيمن أشرف بدلا من حمدي فتحي المصاب في وسط الملعب. في النهاية ابتسمت المباراة لمن يستحق، وأكد منتخب مصر أن بطولات إفريقيا هي المسابقة التي يريد ترويضها لتبدأ مرحلة التكهنات بمواجهة الكاميرون سعيا وراء الثأر من خسارة نهائي 2017. فهل سيواصل الفراعنة مسيرتهم نحو اللقب؟ خلينا اقول لكم بقى الوكالات على طول بره قالت ايه بعد فوز منتخب مصر على المنتخب المغربي.
الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي هو الكاف على تويتر قال ايه؟ قال الاعلام المصريه بترفرف في سماء احمدو اهيجو، والفراعنه ثالث المتاهلين الى المربع الذهبي في كاس الامم الافريقيه. ليفربول على تويتر بيحتفل طبعا بنجم محمد صلاح، قال لك هدف واسيست من مو صلاح بيقودان منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. ده الأكاونت بتاع ليفربول على تويتر. كمان البي بي سي قالت محمد صلاح بيقود منتخب مصر للفوز على المنتخب المغربي 2-1 والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. طبعا محمد صلاح هو نجم النجوم يعني زي ما احنا شايفين قدامنا، ده الأكاونت بتاع أو الموقع الرسمي للبي بي سي. شبكة بليتشر ريبورت الإنجليزية قالت لعبوا منتخب مصر يواسون خصومهم بعد خروج المغرب من كأس إفريقيا، وحتى صور للنجوم منتخب مصر، أدي محمد صلاح مع أشرف حكيمي طبعا بيتكلم معي حاول يواسيه، وفوق تريزيجيه صورتين لصلاح وصورتين طبعا لتريزيجيه نجوم المنتخب المصري. الديلي ميل الجريدة الصحيفة الإنجليزية الشهيرة قالت أن محمد صلاح بيقود منتخب مصر لنصف نهائي كاس امم افريقيا بهدف واسيست بعد عوده متاخره امام المنتخب المغربي. ده الديلي ميل الانجليزيه. الاكيب الفرنسيه قالت مع صلاح العظيم تقضي مصر على المغرب وستلعب في نصف نهائي كاس أمم إفريقيا ضد المنتخب الكاميروني. ده الإكيب الفرنسية طبعا الصحيفة الشهيرة من أشهر صحف كرة القدم في العالم. الماركة الأسبانية قالت إن هدف صلاح ومساعدته يرسل أو يبعث مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. ده الماركة الأسبانية. أبولا البرتغالية أحد أشهر الصحف في البرتغال، طبعا كارلوس كيروش برتغالي ومدرب شهير جدا هناك وكان مدير فني منتخب البرتغال قبل كده، قالت مصر بقيادة كارلوس كيروش تفوز وستواجه الكاميرون كونسياسو. صحيفة الجارديان الإنجليزية برضو أحد أعرق وأشهر الصحف في العالم قالت إن محمد صلاح بيصنع الفارق في انتصار المنتخب المصري على المنتخب المغربي. الكيكر الألمانية قالت إن مصر بفضل محمد صلاح في نصف النهائي ودراما حول حارس المرمى البديل طبعا اللي هو محمد أبو جبل ولما خرج إصابة ونزل مكانه محمد صبحي. كمان الميرور قالت ان محمد صلاح بيقود منتخب مصر لنصف نهائي كاس الامم الافريقيه بهدف وتمريره حاسمه ضد المنتخب المغربي. واليورو سبورت قالت مصر تعود لتتغلب على المنتخب المغربي وتحجز مقعدها في نصف نهائي كاس امم افريقيا. دي اليورو سبورت وكاله اليورو سبورت. طيب عايز اقول لكم بسرعه، محمد صلاح خد النهارده افضل لاعب مان اوف ذا ماتش في مباراه النهارده، لكن صلاح عمل موقف بيديك الروح اللي موجوده دلوقتي. احنا بقيناش نستعجب لما نشوف الشناوي وهو خارج ابو جبل بيعمل معاه ايه، وابو جبل هو بيلعب الشناوي بيعمل معاه ايه، ولو الشناوي خارج النهارده وبيدعم محمد صبح ازاي، واللعيبه ازاي بتبوس بعض وبتحضن بعض وقلبها على بعض. وشفنا لما صلاح ادى كره لتريزيجيه عشان يجيب الجول ويفوقه جري عليه تريزيجيه وعمل معاه ايه، وهذه الروح الجميلة النهاردة صلاح لخصها لما أهدى اللقب بتاع أفضل لاعب في المباراة لكل نجوم منتخب مصر، وقال إن فيش حاجة اسمها أفضل لاعب في المباراة، في حاجة اسمها منتخب مصر والأفضل في هذه المباراة، وكل لاعبي منتخب مصر هم نجوم هذه المباراة. أهداهم الحقيقة الجائزة بتاعته، وعمل حاجة كمان، جمع لعيبته على طول أول ما خد الجائزة راح بيها عليهم وجمعهم كلهم وقرأ الفاتحة على الانتصار على المنتخب الكاميروني ان شاء الله في المباراه اللي هتقام يوم الخميس المقبل. بالمناسبه المباراه دي الملعب بتاع اولمبي اللي كان حصل فيه التدافع وحصل فيه 8 حالات وفاه في المباراه السابقه في مباراه للكاميرون من مباراتين كده، واتقفل الملعب ده نتيجه حالات الوفاه. على الموقع الرسمي دلوقتي الاتحاد الافريقي طلع وقال انه تم رفع الحظر عن الملعب وسيشهد مباراه من مباراتي الدور قبل النهائي. المباراه هتبقى على احمدو اهيجو والمباراه الثانيه هتبقى على استاد اولمبي، وفي الاغلب هتبقى مباراه المنتخب المصري مع المنتخب الكاميروني، ونفس الملعب ده هو اللي هيشهد المباراه الختاميه او المباراه النهائيه.
منتخب مصر بعد ما كسب رفع جايزته حتى الآن ل 35 مليون جنيه. يعني مين قاعد بقى يعني ناقص يتحزم ويرقص تحت الكورة يعني، لأنه كان عنده مشكلة مالية. فجأة المنتخب المصري دخل له 35 مليون جنيه بعد تأهله جايزة السيمي فاينال. 2.2 مليون دولار زودوها 300,000 جنيه أو 200,000 دولار عفوا عن البطولة اللي فاتت، زادت بنسبة 200,000 دولار، كان 2 مليون بقى 2.2 مليون، وما يعادل تقريبا 35 مليون جنيه مصري. كمان منتخب مصر بتأهله للدور قبل النهائي حقق الرقم القياسي في عدد مرات الوصول لدور الأربعة، 16 مرة أكتر من المنتخب النيجيري، كان متساوي معانا 15 مرة، إحنا بقينا 16 مرة. كارلوس كيروش بيطلب الإجهاز الطبي يعمل كل الإجراءات خوفا من اي لعيب. تعرف لما تيجي تلعب الكاميرون الناس تقول لك اصل بيطلعوا الكورونا بيعملوا ايه، فكيروش على طول مع محمد ابو العيلة قال له احنا عايز اجراءات يعني صارمه، مش عايز حد ابدا يجي يقول لي ده في كذا او في كذا، لان احنا محتاجين كل اللعيب، واحنا عندنا اصابات كتيره النهارده. احنا عندنا النهارده يعني حجازي اصابه وهيبعد 10 ايام على الاقل، عندك ابو جبل اصابه في العضله الضامه هيبعد برضه 10 ايام على الاقل، يعني خلاص ابو جبل ودع البطوله. وفي امال انه الشناوي هيلعب المباراه القادمه، لسه في كلام ان الشناوي ممكن يلحق المباراه القادمه بتاعه الكاميرون، لكن احنا ثقتنا في محمد صبحي كبيره جدا، ودي ملحمه حراس مرمى. وخلينا اقول لكم ان كارلوس كيروش لما خد 4 حراس مرمى ناس اتريقت كتير وقالت انه الراجل ده بيهرج، وحد ياخد 4 حراس مرمى؟ الناس بتاخد في كل البطولات المجمعه 3 حراس مرمى، الوحيد اللي قال 4 كارلوس كيروش. اتصاب الشناوي واتصاب ابو جبل، بقالنا محمد صبحي وبديله محمود جاد، واثبت كيروش بخبراته الكبيره جدا السابقه ان هو كان على حق. حتى لو هتقول لي مفيش حد في العالم بيعمل كده، ما دام حصل يبقى الراجل ده كان عنده رؤيه مستقبليه وقدر فعلا ان هو يضم 4 حراس مرمى. ولما حصل، وبعدين عايز اقول برضو حاجه تانية، الاربعه جاهزين وده باين في الماتشات، وده يحسب للحضري، يحسب للجهاز الفني، وخصوصا عصام الحضري اسطوره من اساطير كره القدم الحقيقه وحراسه المرمى. ان عصام الحضري مش بس اسطوره كلاعب، لكن كمان قدر يثبت نفسه كمدرب. انا عندي تقرير عن حراس المرمى الوقت هنشوفه، لكن انا عايز اشيد جدا بعصام الحضري، عايز اشيد جدا بكارلوس كيروش اللي بيستحق مننا تاني التحيه، بعد زي ما هاجمناه في وقت من الاوقات وانتقدناه في وقت من الاوقات، لكن انا رجعت قلت لكم ايه قبل كده وقبل حتى مباراة كوت ديفوار، ان الراجل ده مؤكد ان هو مدرب كبير وهيبقى عنده الجديد. ملحمة لحراس مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وحين اختار المدير الفني كارلوس كيروش 4 حراس مرمى بالقائمة النهائية لقى ذلك سخرية من البعض، إلا أن أحداث البطولة كشفت أن المدير الفني بكل خبراته السابقة كان على حق. ومع إصابة الحارس العملاق محمد الشناوي بعد 70 دقيقة من مباراة كوت ديفوار بدور ثمن النهائي، وضع المصريون أيديهم على قلوبهم، فمن بإمكانه تعويض هذه الإصابة؟ إلا أن محمد أبو جبل كان على الموعد الصحيح وزاد بقوة عن مرمى، وكان من الأسباب الرئيسية في التأهل لدور 16 بتصديه لركلة جزاء منحت المنتخب المصري بطاقة المرور. ومع تألق أبو جبل بلقاء المغرب وتصديه لكل هجمات أسود الأطلسي، إلا أن لعنة الإصابات لحقته هو الآخر ليتأزم الموقف. ومع انطلاقة الشوط الإضافي الأول انطلق البديل الثالث محمد صبحي ليكون كزميليه واثقا متألقا، وجلس له على دكة البدلاء الحارس الرابع محمود جاد. ملحمة بطولية لحراس منتخب مصر في أمم أفريقيا بالكاميرون، ولكن إن علمت أن مدرب حراس المرمى هو الأسطورة عصام الحضري ستعرف السبب. والحضري في هذا اليوم يستحق أن نقول له لقد نجحت مدربا كبيرا كما كنت حارسا أسطوريا. اهلا
بكم من جديد. يسعدني يكون من ضيفايا في هذه الفقره محللي اي تي سي كابتن طارق مصطفى. اهلا بيك يا استاذ محمد. الف مبروك. كابتن عبد الستار صبري. يا مساء التوقعات الجامده. الف مبروك. قاعد جنب كروش يا اولاد. بقولك اعلن ما برتغالي بقى نفس الجنسيه فاهم الدماغ. بقولك الوحيد في مصر اللي قال ايمن اشرف هيلعب واصر احنا نجيبه يمين نجيبه شمال. طب نحاول نشككه. اصرت ازاي ايمن اشرف هيلعب؟ جبتها منين؟ لا يا من تفكير كروش اصلا. انا تفكير البرتغاليين زي ما قلت لك يا استاذ محمد بيحب الاطراف جدا، ولازم الطرف يعني الطرف اليمين او الطرف الشمال لازم يأمنه بنص الملعب. تأمينه نص الملعب هو عشان ايه؟ الطريقة الوحيدة اللي هو ايه اللي يستغل حتة الطرف يمين او طرف الشمال مع كروش بالذات. انت تلاحظ في ايه معظم كروش على طول بيحب الطرف اليمين والطرف الشمال. اي مدير فني لما بيلعب ضد كروش بيعمل مليون حساب اعمل الطريقه ازاي عشان اقدر اوقف الطرف اليمين او الطرف الشمال. عشان كده كروش كان الطريقه الوحيده اللي هو يعملها اللي يامن حته الاطراف حته معاه طرفين يعني احسن اثنين في البطوله سواء فتوح وسواء عمر كمال. عمر كمال دول الاثنين من احسن ناس في البطوله، مميزين جدا، شباب صغيرين عندهم روح عاليه جدا، مهاره عاليه جدا، عندهم انطلاقات بسرعه كويسه، من ناحيه الدفاعيه برضو متمركزين بشكل كويس. طب انا اوقفهم ليه؟ انا لو غيرت الطريقه انا كده مش هطلعهم، مش هستفاد منهم كويس قوي. الحاجه الاساسيه اللي انا عاملها لازم الاقي حد يامن فتوح. ايمن اشرف هو الوحيد اللي يقدر يخلي ايه ان هو برضه على عدلته ناحيه الشمال يخلي فتوح يبقى ايه يطلع بشكل كويس قوي. ونحن نفس النظام والناحيه الثانيه عشان كنت راهنت. لا انا متاكد مليون في الميه ايه ايمن اشرف هيلعبوا ايه يعني. كان الناس كلها بتقول مهند لاشين او زيزو او عبد الله السعيد محدش قال ايمن اشرف الا انت. انا ايمن اشرف يعني. دي خد بالك حقوق الاختراع ده بتاعك انت. توقعت ايمن اشرف؟ لا هو مش انا الواحد اللي توقعت، هو دماغ الراجل مصر كلها قالت بنسبه كبيره جدا زيزو. ده الطبيعي. او لو في مدرب مكان مستر كيروش بيقدر يقرا الخصم بشكل كويس هيلعب زيزو. كل الاستوديوهات التحليليه وكل الناس اللي انا تابعتهم معظمهم قالوا زيزو. مفيش حد حتى قال غير عبد الستار، قال ايمن اشرف، ويمكن شويه قالوا عبد الله السعيد. بس هو قرا المغرب كويس يعني. النهارده احنا كنا افضل من المغرب طبعا بكتير. فدليل ان هو قرا يعني هو قرا كوت ديفوار كويس وقرا المغرب كويس. هو بصراحه اخر ماتشين من مباراه كوت ديفوار ومباراه المنتخب المغربي، هو اول حاجه عملها في المباراتين دول ان التوظيف كله بتاع اللعيبه صح. وتغييراته ما فيهاش نوع من افتكاس خالص. يعني هو شوف تغييراته في المباراتين دول خلاص، انت عمر مرموش طلع نزل نفس التغييرات اللي حصلت والاصابات طبعا والكلام ده كله. حتى لما اتصاب حجازي رد ايمن اشرف ورا ولعب تريزيجي لا سرد باكو. هو لما حجازي اتصاب هو كان برضو الافتكاسه دي كان برضو زي ما عملها الماتش اللي فات كان هيعملها النهارده اللي هي هينزل محمود علاء. والله سرد باك بسرد باك كان هيعمل كده. وجاب محمود علاء اي مسخن خلاص ده نازل. وكان فاضل دقيقتين لو تفتكر على 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 الماتش، كنا مغلوبين 1-0. الطبيعي والمنطق بيقول وانا مغلوب هرجع ايمن اشرف مساك وهنزل زيزو عشان انا مغلوب ونازل. ده الطبيعي. ده 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 يعني ايه الناس اللي عندها الحس اللي هو الهجومي. هو عملها امتى؟ عملها الشوط الثاني. فاللي عايز اقوله لك هو بصراحه الماتشين دول انا اشوف ان هو مركز، اشوف ان هو بيسمع للجهاز. الماتشين اللي فات والنهارده اعلى بكتير. وكمان النهارده لما نيجي نتكلم عن المنتخب المغربي فضيحه. المنتخب المغربي بقى لهم 3 ايام مشاكل انا عارفها لان على اتصال دايم هناك. مشاكل ايه بقى؟ مشاكل مش مقتنعين جدا بطريقه ولا فكر الراجل والطريقه اللي بيلعب بيها حليلو زيتش. هم احنا بنقول هنا هم هناك بيقول احنا بنقول هم هناك حليلو زيتش. هم خليلو بيقول لك المنتخب المغربي ما لعبش فرقه كبيره، ما لعبش منتخب كبير وكل المباريات. لا بس احنا كل الناس بتقول ان اكتر منتخب كان مستقر وفنيا ومستواه ثابت طول البطوله كان منتخب المغرب. ايوه دي حقيقه في الثلاث مباريات. معلش ما هو كان بيلعب 4-4-2 يعني كان بيلعب 4-4-2. النهارده غير طريقه اللعب. النهارده لعب بالطريقه اللي بيلعب بيها مستر كيروش. لعب 4-3-3 استغنى عن ايوب الكعبي
خد بالك عنده مين؟ انت عندك محمد صلاح، عندك حلم. مرموش، عندك مصطفى محمد، عندك السوليه في نص الملعب، عندك لعيبه تقيله برضه. لعيبه تقيله. بص يا استاذ محمد، انت عندك لعيبه اصلا، اي لعيب وعبد الستار عارف بيلبس التيشيرت بتاع منتخب مصر وموجود في المنتخب كل المنتخبات، اكبر منتخب لاصغر منتخب بيعمل حسابه، بيقلق جدا من منتخب مصر، بيقلق جدا. يعني انت بتنزل كسبان نفسيا من الاول يعني. وكل المنتخبات مهما كان اسم المنتخب اللي بيلعبه، عارف ليه بقى؟ انا عشت في المغرب 3 سنين، يقول لك نتمنى من لاعبتنا يلعبوا لما يلبسوا تيشيرت بلدهم يلعبوا بروح منتخب مصر. ودي اللي انا قلت حضرتك عليها المره اللي فاتت، قلت لك احنا، ودي ظهرت جدا في كوت ديفوار وظهرت جدا جدا النهارده بالظبط. ودي راحت مننا فتره بصراحه، خدها المنتخب الجزائري يا ما بعدت عنه، وقلنا الكلام ده مظبوط الحلقه اللي فاتت. الحمد لله رجعت لنا، الحمد لله رجعت لنا الماتش اللي فات، وزادت النهارده وهتزيد مع المباريات يعني. كابتن عبد الستار كنت عايز تقول حاجه؟ دي بس برضو مع كلام طارق، حته منتخب المغرب ومنتخب مصر النهارده في البدايه، لو تبص المنتخبين كانوا عاملين حساب لبعض جامد جدا، حتى لو تلاحظ ان هو لعبوا بنفس الطريقه 4-3-3 ومنتخب مصر 4-3-3. بس في نقطه كان ايه، منتخب مصر كان بيلعب، عايز يلعب بطريقه نظام ايه، لما لعب مع كوت ديفوار ان هو يلعب على الهجمه المرتده، ان هو ايه يقفل من اول نص ساعه، ان هو يشوف رد الفعل بتاع منتخب المغرب بتاع الحاجات دي كلها. نفس العمليه منتخب المغرب كان برضه بيلعب، عايز يلعب نفس الطريقه، يلعب على الهجمه المرتده، عاملين حساب مليون يعني، ولا يمكن عشان جابوا جول في اول 4 دقايق بيحافظ عليه من بدري. اول ما ايه منتخب المغرب لما راح وجاب الجول في اول 5 دقايق ضربه الجزاء كمش جدا، تحس منتخب مصر، انت تلاحظ يعني الناس بتقول الجون جه بدري ده احنا في مشكله، لا بالعكس، ده كانت نقطه التحول يعني. ده نقطه التحول لمنتخب مصر، مظبوط والله، ده الرجوله والحماس والروح. شفنا صلاح على طول قال لهم يعني يلا ارجع العب، اول ما دخل الجون فيها تحس سيطره. بص هنا بانت بقى سيطره منتخب مصر والشخصيه بتاعه منتخب مصر والريتم بتاع منتخب مصر. تلاقي ايه منتخب المغرب رجع لورا بصفه بين، احنا مسيطرين بشكل جامد جدا، ضيعنا فرص كتير جدا. حتى تلاحظ كان ايه ايمن اشرف كان مفروض هو بايه المدافع الشمال، لا راح وزاد وحاجات والجول بتاعه شال بقى شكلنا كويس جدا يعني. شفنا صوت ايمن اشرف شال الجول، شفنا فتوح شال الجول بالظبط كده. عشان كده اي منتخب مصر اول ما دخل في الجون، لا حسيت منتخب مصر اللعيبه كلها بقى، وكان بالذات محمد صلاح. نيجي لمحمد صلاح، ابتدى هنا القياده ايه، اول مره اشوف محمد صلاح فعلا ليدر في الملعب، ليدر بايه، بالروح. حتى لما دخل فينا الجون ابتدى ايه يقول للعيبه المنتخبات يلا احنا هنكسب المباراه بتاع الحاجات دي كلها. هنا المنتخب مصر ابتدى بشكل قوي جدا اول ما دخل الجول، قلت لك منتخب المغرب تراجع اصلا، هو قلقان وخايف، منتخب مصر مستني، عايز منتخب مصر يجيب الجول عشان يبتدي ايه يلعب. حتى لو تلاحظوا على طول احنا كامش بشكل قوي يعني كتير جدا. محمد صلاح النهارده لو نشوفه في المباراه احسن لعيب في المباراه، احسن لعيب من ايه، من ناحيه ايه، من ناحيه التحرك. محمد صلاح كان بيتحرك بشكل ايجابي جدا، كان بيخش لجوه ويطلع لبره بشكل بيخلي ايه مساحات كتير قوي لمصطفى محمد ومرموش. لو طلعت مرموش النهارده اول مره اشوف مرموش داخل لجوه على طول بشكل قوي جدا، وناحيه فتوح وعمر كمال. حجازي اللي كنا بنبص على حجازي بشكل ايه بعيد، ان احنا بنقول حجازي لما احنا بنهاجم بنلاقي حجازي في مسافات بعيده قوي، ان هو ايه بيبقى في مساحه في نص الملعب بيبقى فاضيه، لا حجازي ابتدى ايه يضم مع محمد عمانه، ابتدى الامور بشكل قوي جدا. حتى احنا طلعنا الشوط الاولاني الناس زعلانه ان احنا ازاي احنا مش كسبانين، مش حته احنا مش متعادلين، لا احنا احسن، احنا منتخب مصر احسن. ابتدى الامور بشكل قوي جدا، عشان كده منتخب المغرب لما بيدافع ب 4-1-4-1، لما بيهاجم 4-3-3. احنا كان شكلنا احسن، ابتدينا الشوط الثاني بشكل قوي جدا، ابتدى هنا بقى ايه الاصرار والعزيمه، فوت اللبس اللعيبه اتكلمت مع بعض، محمد صلاح اتكلم قال احنا احسن، قال احنا يا جماعه احنا احسن خلاص، احنا منتخب مصر. وانت جبت الجول على طول في اول الشوط الثاني. احنا تلاحظ احنا منتخب مصر، انا كنت لما بنلعب في ايام منتخب مصر انا وطارق، احنا منتخب اول ما مسكنا المباراه وسيطرنا خلاص الموضوع انتهى، مهما كان قدامنا مين ما ترجعش خلاص. احنا على طول الماتش احنا راكبين المباراه، وده اللي حصل. منتخب مصر حس ان المباراه قويه وسهله بالنسبه لنا، واحنا اللي احسن. منتخب المغرب منتخب كبير، بس احنا اللي فايقين. يومنا النهارده يوم منتخب مصر، يوم اللعيبه كلها، انا شايف النهارده يوم مميز جدا للعيبه. ابتدى الشوط الثاني بشكل قوي،
ابتدى يجيلنا الجون، ضيعنا فرص بشكل كويس جدا. هنا بقى ابتدى ايه الامور، اول ما دخل الجون ابتدى تلاحظ لما منتخب المغرب ابتدى ايه يتقدم شويه، ابتدى الامور. انت برضو عايز تاخد نفسك، انت عامل خد بالك 60 70 دقيقه يعني بقوه وبسرعه بالظبط بالظبط كده، عملنا مجهود ضخم جدا. هو ده اللي حصل بالظبط، ابتدى ايه الباقي منتخب المغرب يهاجم يروح للجون، ما كانش بيروح للجون خالص الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني قبل ما نجيب الجون، ابتدى بقى ايه يهاجم بشكل قوي، ابتدى الراجل يتغير منتخب المغرب، هو مش متوقع اللي حصل، ابتدى ايه كان ملعب فيه لعيبه عدا احتياطي مميزين، ابتدى يعمل تغييرات، ابتدى ايه يطلع لقدام شويه يهاجم بشكل قوي. كروش بقى ابتدى هنا بقى دور المدير الفني. انا اللي عجبني النهارده دور مدير الفني في كروش بتاع لما ابتدى يتكلم مع الجهاز بشكل قوي جدا، ابتدى يشوف شفناه واقف يتكلم مع المساعد بتاعه واحنا واحد 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 ابتدى الامور ابتدى احنا نبتدي التغييرات في التغييرات كان بيتكلم مع انا هروح لكيروش دلوقتي. بس كابتن طارق بقى صلاح يستحق لقب نجم المباراه، مظبوط كده، احسن لاعب في المباراه يعني محمد صلاح. الجول كمان اللي عمله تريزيجيه عمله كتير مع ليفربول، تبعت لي فيديو مش عارف الفيديو ده عندنا ولا لا، مع روما مع روما نفس الجول تيبيكال، نفس التحرك ونفس الجول تيبيكال، يعني هو كمان لمح شفت يعني هو ضم على الباك لقى بعد قام جاي واخد ووسع لنفسه وقطع له تريزيجيه. ما اعرفش الكره دي معانا ولا لا يا جماعه، يا ريت لو نشوفها بالزبط. نفس الكره بالظبط نفس الكره. هو صلاح مميز بدي، صلاح بصراحه مش نجم المباراه النهارده، هو بالنسبه لي نجم البطوله حتى الان، لان هو ايجابي جدا وكمان المنتخب العربي الوحيد اللي موجود في البطوله. فكل النجوم اللي بينافسوا صلاح زي رياض محرز زي كل اللعيبه اللي موجوده، انا من وجهه نظري الشخصيه هو تحمل مسؤوليه. بص هنا كان فيرمينيو مع ليفربول، كان فيرمينيو اللي جاب بص اللي فوق واللي تحت نفس التحرك بالظبط، حتى تحرك تريزيجيه زي فيرمينيو بالظبط بالظبط. ودي ميزه تريزيجيه، لما بيلعب ناحيه الشمال لما بيفتح الملعب ناحيه الشمال مكانه بيعرف يقطع وبيعرف يكمل، وصلاح بيحب تريزيجيه يلعب في المكان ده لان هم بيكملوا بعض زي مثلا بعض. زي ما زي فيرمينو بالظبط كده نفس بالظبط كده، فاهمين بعض كويس. عكس عمر مرموش بيحب يخش جوه ويرقص ويشوت، تريزيجيه لا، تريزيجيه دايما بيقطع من بره لجوه، ودي بتدي ناحيه هجوميه بشكل كبير جدا. اللي عايز اقوله برضو ان صلاح مش نجم المباراه، نجم البطوله حتى الان من وجهه نظر الشخصيه، لان هو اللعيب الوحيد المحترف ويجي بعدي ماني اللي بيلعبوا النجوم، يعني اللي هم دايما معروفين للناس اللي بيلعبوا بروح عاليه جدا. عامل مجهود اكتر من اللي بيعمله مع ليفربول. صلاح عامل مجهود يعني اللي بيعمله مع ليفربول مجهوده مش كتير، لان اللي جاي حواليه 6-7 لعيبه، ارنولد ناحيه اليمين ومش عارف كلهم بيخدموا عليه كلهم المسافات قريبه مزبوط. عكس يعني مساحه الجري بتاعته بتبقى مثلا في ليفربول 20 يارده 15 يارده، بيروح للجول على طول، بس السبرنت اللي بيعمله يخطف بيه الجول بالظبط كده في ليفربول بالظبط كده يا استاذ محمد. فهو انما هنا رايح جاي الحقيقه، رايح جاي ومتحمل مسؤوليه شرط الكابتن ونفسه يعمل حاجه لمنتخب بلده وليه، لان دي بتفرق معاه. فكل اللعيبه بتلعب عشان دي برضو عشان منتخب مصر الاول، وكل واحد لنفسه سي في طبعا بتحسب له، زي ما احنا قاعدين كده مع حضرتك الحمد لله معاك بطوله افريقيا 98 ده وسام على صدر كل واحد فينا. فهم كلعيبه بيتمنوا دي، فبيلعبوا برضو عشان صلاح. اللي عايز اقوله ان كل اللعيبه بصراحه كان عندها روح قتاليه، ودي تشوفها من اللعيبه اللي بره على الدكه بيبان بقى. عشان كده انا بقول ان البطوله دي فيها شبه من بطوله 98. ليه فيها شبه من بطوله 98؟ انت في مباراه كوت ديفوار ضربه الجزاء اللي ضاعت الثالثه برضو نفس السيناريو اللي حصل في مباراه كوت ديفوار، وكسبنا بضربات الجزاء. لعبنا بوركينا فاسو قبل النهائي، وبوركينا فاسو كانت صاحبه الملعب زي ما هنلعب الكاميرون صاحبة الملعب، تمام. فده كله تفاؤل وكله خير يعني المنتخب مصر. أنا بس عايز أسألك يعني لما المغرب خطفنا في بعد 4 دقايق يعني وده موقف صعب، فكانوش مصدقين، بس هو موقف صعب في ماتشات زي دي، يعني ان انت يجي في الجول في اول 4 دقايق مع منتخب زي المغرب يعني موقف صعب جدا. هل توقعت ان احنا هنفك، ولا توقعت ان احنا هنرجع، ولا احنا فاجئك اداء منتخب مصر بعد الجول؟ لا ما فاجئنيش، لان انا اتوقع وده الطبيعي ان منتخب مصر بعد الهدف يهاجم زي ما لعب ستار كده، خلاص بتهاجم بشكل كبير جدا ومنطقي، وده الطبيعي ان انت بتلعب مباراه خروج المغلوب. اللي اتفاجئت بقى بيه
هو تراجع المنتخب المغربي وامكانيات لعيبه المنتخب المغربي في الملعب. ممكن انا اكون كمدرب خليلو زيتش ممكن يكون هو بدا بطريقه اللعب 4-3-3 زي ما مستر كيروش وقال لك امن عشان عندهم صلاح، ولكن هو حط اتنين بصراحه بعيد كل البعد عن المباريات. يعني حط ايمن بركوك حطه في نص الملعب عشان يقفل ناحيه الشمال اللي هي منا عشان صلاح، وفي نفس الوقت برضو معلش هو قعد عمران لوزه لعيب كويس ومهاري هو نزله في الاخر، وقعد ايوب الكعبي ما لعبش، فغير من الطريقه وغير كمان من التشكيل، فبان ان المنتخب المغربي مال الملعب بس ما حدش بيقطع. ماتش للمغرب في البطوله اقل ماتش المغرب في البطوله. عشان كده هم بقالهم 3 4 ايام هناك بيتكلموا خلي بالك انت هتلاعب منتخب ما لعبتوش قبل كده، انت بقالك سنتين ماسك منتخب المغرب ما لعبتش ولا منتخب جامد، كل اللي لعبتهم في تصفيات كاس العالم وتصفيات امم افريقيا كلهم مع احترامي للسودان وغينيا بيساو ومع احترامي ليهم كلهم، حتى لعبتهم كلهم على ملعبك. يعني حتى كان في مشاكل كتيره جدا بالنسبه للسودان وبالنسبه لغينيا، لعب الماتشات كلها على ملعبه وكانت الاداء ما كانش كويس. انا بشوف ان لا، منتخب مصر تفوق ومستر كروش في كل حاجه النهارده الا الجزئيه اللي هي بالنسبه لي بدايه ايمن اشرف في التشكيل، وكان تغيير اللي كان هيعمله بتاع محمود علاء مكان، خلي بالك ده اللي حاله التحول هنا، محمود علاء مكان حجازي في الاول وبعدين نزل بتريزيجيه ورد ايمن اشرف سرد باك. لما نزل تريزيجيه سيطر على نص الملعب الهجومي بقى في مساحات، اشتغل تريزيجيه بالظبط كده، وهو ده اللي كان انا بطلب بيه من البدايه، ما تستناش رد فعل الفرقه، تخليك انت دايما الفعل. فعشان كده بقول ايه، الحمد لله يعني مكسب باداء بيديك ثقه للي جاي. طيب انا معايا تليفون مدرب من المدربين الكبار، مدرب قدير جدا، الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. كابتن شوقي مساء الفل والف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ محمد طبعا، وسلامي طبعا للكابتن طارق وكابتن عبد الستار. اهلا بيك يا كابتن مصر، الحقيقه بطولات لمصر كثيره حبيبي، بالتوفيق يا كابتن شوقي. كابتن شوقي الفرحه بالسيعانة، قول لي انت كنت متوقع النهارده الشكل والاداء والفوز وكل الكلام ده بصراحه؟ يعني لا بصراحه يعني انا مش هقول لك هقول لك حاجه، انا هقول لك بعد مباراه كوت ديفوار يمكن من 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 يعني من اسلوب شغلنا حتى واسلوب شغلنا في البطولات المجمعه بالذات والبطولات اللي بتبقى بتاخد وقت مننا على فترات، يعني الحمد لله اشتغلنا كتير في المجال ده مظبوط، فالواحد عارف ان الفريق المصري بالذات في البطولات المجمعه القعده والتركيز والاهتمام ومفيش حاجه حياه اللي هي كره القدم بس، حياه احترافيه كامله طول المعسكر وطول قعدتك وطول كل شيء، وما انتش مستني الماتش يخلص عشان تروح او الطياره تيجي تاخدك وتمشي، يعني بيبقى في حاجات كتيره في البطولات دي، التركيز بيبقى عالي جدا، بيبقى التركيز عالي جدا جدا جدا. اللاعب المصري في البطولات المجمعه دي ما تبصلوش في اول مباراه بيلعبها، هو من كل مباراه لمباراه بيلعبها بيحصل ارتفاع في المستوى الفني، ارتفاع في المستوى البدني، ارتفاع في المستوى التفكيري، حاجات كتيره اللعيب بيبدا يتاقلم معاها. فعشان كده كان متوقع ان احنا لما نيجي نبتدي هيبقى البدايه بتاعتنا غير لما احنا ماشيين في الطريق. يمكن يعني انما النهارده المستوى كان مرتفع، كان في روح عاليه جدا، كان على المستوى حتى التكتيكي وعلى المستوى الفني كل اللعيبه كانت يعني الحقيقه في قمه مستوى النهارده. طبعا يعني بص، هو كمدرب مستر كروش هو واضح هو بيقرا الملعب كويس قوي، عن سيطره على الملعب وسيطره على اللعيبه وسيطره على الطريقه والاسلوب اللي بيلعب بيها، لان في لحظات كتيره درجه التنفيذ عند اللعيبه كبيره جدا 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 جدا، ودرجه التنفيذ دي بتبقى شيء مهم جدا ان انت تكون عندك قناعه باللي بينطلب منك انك تعمله في قلب الملعب. واضح دي جدا 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 في ماتش كوت ديفوار، ثم مباراه المغرب. في مباراه المغرب لما تيجي تشوف النهارده حتى واحنا يمكن الهدف البدري اللي جابه فريق المغرب علينا ما ساعدهمش
على انهم يبقوا يلعبوا بالاسلوب دايما اللي بيلعبوا بيه تمام يعني ويسيطروا وبتاع ما عرفوش دايما بيبقوا صبورين ويهدموا ويضيعوا وقت ويوصلوا الوقت لغايه ما يجيبوا جول تمام. يعني كانت ماتشاتنا بتخلص 1-0 1-1 2-1 0-0 كل الماتشات بتخلص كده دايما تعب يعني فيمكن لما تيجي تشوف بعض بعض الهدف اللي دخل فينا يمكن لما تيجي مثلا تشوف التركيبه او التشكيل او اللي كان موجود او كل حاجه هو كان احنا الجبهه اليمين عندهم جبهه فيها خطوره احنا كنا قافلينها كويس الجبهه الشمال كان بيبقى عشان موجود محمد صلاح في الجبهه دي ما بيخليش زيادات عدديه من الناس اللي من ورا تتقدم برضو كانت مقفوله كويس من العمق ما كانش علينا حاجه انت لما تيجي تشوف كل اللي جه علينا خطر عباره عن كورتين بالعرض يعني اللي جه علينا خطر ممكن محضر اللي طلعها ابو جبل واحد تاني مسكها صبحي يعني كل الخطوره اللي جايه علينا كلها عباره عن كورتين جايين بالعرض او كورتين جايين يعني من مش من هجمات منظمه مفيش او لا ما بالظبط كده مفيش ترتيب احنا يعني. كان عندنا سيطره على الملعب كله يعني كان عندنا ايه اللي عمله كيروش يا كابتن شوقي انت كمدير فني بقى شفته قلت فعلا الراجل ده يعني شاطر طبعا لما التغيير بتاع الاولاني بتاع ايمن اشرف لما رد ايمن اشرف سيرد باك ولعب بتسجيل مكان حجازي يعني هو كان بيسخن محمود علاء تمام ولما كان بيسخن محمود علاء كان على اعتبار ان محمود علاء هيبقى هو اللي هينزل وهيطلع مثلا مدافع مكان مدافع وخلاص هيطلعه ما هو حجازي يطلع وينزل حجازي هيطلع وهينزل لمحمود علاء وايمن يلزمه هو في نص الملعب هو التغيير ده تغيير تكتيكي لان التغيير ده خلى زود عدد المهاجمين يعني زولت ريزيجيه عمل جبهه تانية هجوميه والجبهه التانية الهجوميه دي لو تيجي تشوف برضو في كوت ديفوار نفس التغيير بتاع ريزيجيه كان اكتر واحد ضيع فرص هو ريزيجيه مظبوط لغايه الدقيقه 120 مضيع فرصه بيضيع وهو اللي بيضيع ريزيجيه في الماتش ده لما تيجي تشوف التغيير ده يعني اقول ايه كلف السوليه انه يبقى في التداد للسوليه اكتر يبقى في منطقه نص الملعب مع النني بيلعب باثنين بس في نص الملعب تمام بقى عنده اربع مهاجمين ما عندوش ثلاثه عنده اربعه بقى عنده صلاح وعنده مرموش وعنده تريزيجيه وعنده مصطفى محمد فاتخلقت مساحات فاضيه كتير يعني اتخلقت لنا مساحات فاضيه كتير موجوده عندنا طبعا هو ما كانش بيطلب من ابو الفتوح وعمر كمال ان يبقوا ملتزمين باللعيبه عشان كده انت لو تشوف فرقه الـ 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 المغرب ما بكتش بتلاقي مساحات انها تطلع بالكوره من تحت تمام مفيش مساحات فاضطر يلعب كوره طويله يعني كل اللعب بتاعهم ما مش قادرين لما تيجي تشوف احنا بنمسك الكوره لما بيمسكها صلاح بتلاقي قريب منه عمر بتلاقي قريب منه مثلا السوليه بتلاقي قريب منه النني بتلاقي قريب منه بيقدر يتعامل مع اللعيب اللي موجود هما لما كانوا بيمسكوا الكوره ما كانوش بيلاقوا حد قريب من حد خالص تمام كان الرقابه عندنا كانت قويه يعني الرقابه كانت قويه الحاجه الثانيه برضو اللي هو انا يعني بشوفه فيها ان انت عندك حجازي بقوته اتصاب ما كانش على ملامح وشه اي اهتزاز في حاجه مظبوط حتى ابو جبل اتصاب ما كانش على ملامح وبرده اي حاجه نهائيا يعني عمليه ان فلان اتصاب او فلان اتصاب او فلان راح او فلان وقع ما عندوش مشاكل في حاجه خالص مظبوط وده زرع ثقه في كل لعيبته الحقيقه الحاجه الثانيه ان هو بيستخدم محمد صلاح استخدام كويس جدا 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 ككابتن للمنتخب لما بتشوف انه عايز يعمل اي حاجه بيناديله ويبلغه بالشكل اللي هيتعمل بالتكتيك اللي هيتعمل بالنظام اللي هيتعمل في التغييرات فدي برضو كانت بتدي دور على صلاح اكتر انه لازم الحاجات دي تتنفذ داخل الملعب فعشان كده المباراه في حد ذاتها انا بعتبرها من افضل المباريات اللي طب انت شامم يعني ريحه كده جايه في السكه ولا ايه يعني في الكاس يعني والله يعني انا هقول لك على حاجه المستوى اللي بيزيد من مباراه لمباراه المباراه الجايه مش مباراه مش سهله طبعا المباراه الجايه انت بتلعب مع خصم هو صاحب الارض بتلعب مع خصم كل الناس هناك عايزاه يكسب لا يعني كمان فاز ببطولات افريقيا اكتر من مره يعني خمس بطولات او حاجه عنده برضه لعيبه عنده خط هجوم كويس المباراه مش سهله يعني طبعا. المباراه مش سهله المباراه صعبه جدا 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 لكن الروح اللي انا كنت شايف فيها اللعيبه النهارده الروح كمان مديك يعني احساس ان احنا ممكن نروح يعني نوصل للمحطه الاخيره نوصل
نوصل باذن الله نوصل يعني خليني اقول ايه احنا اتفرجنا على الفرق كلها اللي حتى اللي هتشارك معانا في كاس العالم. يعني احنا شفنا كوت ديفوار, شفنا الكاميرون, شفنا السنغال, شفنا الجزائر, شفنا تونس, شفنا المغرب, الفرق اللي هي داخله, شفنا غانا, الفرق اللي داخله معانا في تصفيات اللي هي داخله تصفيات كاس العالم المرحله الاخيره. مظبوط. انا متهيألي افضل فريق ظهر على الوضع اللي موجود منتخب مصر. منتخب مصر يعني هو افضل فريق ظهر كفريق بيلعب بنظام بنظام متزن. احنا نيجي قبل ماتش السنغال نعمل ثلاث ماتشات وديين قبليهم كاننا في بطوله مجمعه ونجمع اللعيبه. هي دي والله يا استاذ محمد انا عايز اقول لك على حاجه, هي دي مشكله بتقابل المنتخب. ويمكن الكابتن طارق كان موجود والكابتن عبد الستار كان اشتغل معاه برضه. ما بيحكوا بده امثله باستمرار بوجودهم في بطوله كاس الامم في بوركينا بصراحه. كانوا موجودين كلاعيبه وكانوا موجودين كمدربين طبعا. كانوا بيعانوا قد ايه لما بتلعب اجنده دوليه. الفرق الزمني 5 ايام غير لما تقعد طبعا 20 يوم 25 يوم. خمس ايام بتلعب في مباراتين يعني ما بنعرفش نجمع اللعيبه, ما بتعرفش تسيطر على اللعيبه. كابتن طارق بيقول في 5 ايام كان بيلعب ماتشين. ما بتعرفش الجم. يعني احنا لما نمسك المنتخب الاول زي تصويت المنتخب. كابتن تصويت بتاع المنتخب الاول احنا كنا بننزل من الطياره كابتن نلعب احنا لعبنا الماتشات كلها في شهر واحد يا كابتن. 4 ماتشات احنا لعبنا 6 ماتشات على الصفحة. 6 والله لعبنا 6 ماتشات يا استاذ محمد كلهم في شهر واحد اقل من 40 يوم. يعني احنا كنا بننزل ساعات من الطياره نلاقي الفرقه اللي اللعيبه وصلت قبلنا بس على طول. يعني لو كانت اول مره تحصل بقى خاصه ولا حاجه كنا بنسافر يوصلوا هنا قبلينا. يوصلوا مصر قبلينا والله قبلينا. لكن اقامه الفريق والتزامه بتفرق. يعني خليني اقول على حاجه كمان. البطوله العربيه افادت الكوره كتير جدا بصراحه, لان عناصر كتيره من اللي كانت موجوده كفايه الاثنين, كفايه الثنائي او الثلاثي, كفايه عبد المنعم وعمر عمر كمان عبد الواحد. يعني كفايه دول بصراحه. انا هقول لك على حاجه بس هي خليني اقول على حاجه. لو انا مثلا احنا قاعدين انا والكابتن عبد الستار والكابتن طارق وحضرتك يا استاذ محمد بخبرتك دي كلها وبقول احنا مثلا هنلاعب كوت ديفوار وخط الدفاع فلان وفلان 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 قبل الماتش الناس كلها بقى خليهم هم يردوا هيقولوا ايه. الناس هتاكله. انت قلت يعني لو ماتش مش في بطوله والناس ما شافتش عبد المنعم ولا عمر كان هتاكله طبعا. طبعا مشكله جامده. يعني كده لا مشكلة. هو خلق دوافع عند اللعيبه دي النهارده يا كابتن صبحي. النهارده صبحي بيلعب يا كابتن حارس مرمى منتخب مصر في المغرب, في مباراه المغرب بيلعب شوط ثالث وشوط رابع في احلك الظروف. لاحظ برضو استاذ محمد اللعيبه دي يعني واحد زي صبحي ولا واحد زي فتوح ولا واحد لعب شهرات لعبوا مع المنتخبات. لعبوا منتخبات لعب معاك كام ماتش صبحي يا كابتن؟ لعبوا منتخبات. لا صبحي لعب معايا اكتر من حاجه و20 ماتش. طبعا عنده خبرات طبعا, بس قصد الناس استيعاب الناس للفكره. خليني اقول ايه برضو ان انت تعرضت له ده في بطوله ان مثلا جول رقم 1 اصاب وجول رقم 2 اصاب, لولا ان انت عندك خلفيه وعندك من الحراس الجيدين اللي انت واخدهم متهيألي كانت مشكله. خد بالك طلع يعني. هو على حق لما راح ب4 اجوال. لا هو طبعا كنا بنقعد نتريق في قبل البطوله ازاي ياخد 4 حراس مرمى دلوقتي. يعني الناس كلها بتقول لك هو اللي على حق. هو دلوقتي الجاي محمود جاد احتياطي لصبحي. طب يعني ما هو اجباري اهو. كنت اجباري يعني ما كانش يبقى عندك جول احتياطي هتبقى زي جزر القمر بتلعب في احد المنتخبات مقيد 5 اجوال. يعني في احد المنتخبات اللي موجوده في البطوله مقيد 5 اجوال. فلما تيجي تفكر في الحاجه دي لا هو النهارده احنا نقدر نقول ان المنتخب عمل اداء راقي, اداء جيد جدا فوق الممتاز. الاخطاء كانت قليله جدا 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 الحمد لله. يعني انت لما تشوف النهارده ابو الفتوح اللي هو ذات الطابع الهجومي يعني ابو الفتوح ملتزم جدا. لو ما هاجمش لو ما هاجمش يبقى متضايق. النهارده ملتزم جدا يبقى متضايق. النهارده ملتزم لا ده بيلعب 120 دقيقه او 120 دقيقه
الماتش كوت ديفوار والماتش ده بيلعب على اتنين من افضل اللعيبه اللي موجودين في العالم، ما بيتقدمش خالص. مظبوط مظبوط مظبوط. يعني ده التزام بقى، التزام ده ده ده, ده, ده مثال للالتزام اللاعب داخل الملعب. مظبوط يا كابتن، مظبوط يا كابتن. انا مش عايز اخد وقت بقى طبعا الكلام، احنا طبعا كلامك ممتع يا كابتن، وان شاء الله كده بقى يعني نبوءتك تتحقق ونجيب ونحقق اللقب ان شاء الله باذن الله نحقق اللقب الثامن باذن الله. باذن الله كابتن شوقي، انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن شوقي غريب. كابتن عبد الستار، كيروش يستحق التحيه بقى دلوقتي؟ طبعا كيروش اصلا مدرب كبير، انا زي ما قلت لك في بس تهاجم وانتقد جدا، ومفيش مدرب يعني بعد الكابتن حسام البدري. لا بس ما تهاجمش حسام، ما تهاجمش زي كيروش كده، ما احنا ما كناش بنلعب. لا يعني ما تهاجمش في طريقه لعب، ما تهاجمش في تغيير مراكز، يعني الناس حتى كانت بتهاجم كيروش عشان على المستوى الفني طلعته راجل ما فهمش حاجه. لا عشان لا لا يعني لا هو لا بس دي واحده بس على المستوى، اصل الكابتن حسام ما كانش بيالف. يعني ما كانش بيجي مثلا محمد شريف يروح لعبه مش عارف ايه، او ده يلعبه ايه او ده يلعبه ايه. هو كروش او مستر كيروش الماتشين الاخر هو اختلف بشكل كبير جدا، انما في البطوله العربيه وفي الثلاث ماتشات اللي هم بتوع افريقيا لا، ما ده طبيعي. انا بحط طبعا لخبط كتير بس انا يعني انا برضو ايه حته كروش يعني في البطوله العربيه لما شاف هو برضو عايز يشوف برضو ايه لعيبه عشان يقدر ياخدها في الامم الافريقيه. هو كان بيبص على لعيبه مش بيبص على اللقب، يعني هو عمال يبص على اللعيبه. اتكلم في الموضوع ده اصلا، انا رايح البطوله العربيه دي عشان انا مش ايه مش هاخد البطوله. هو بيدور على 3 4 لعيبه بالظبط كده، حتى كمان هو يعني عمل لعيبه خرج منها بمين، خرج بالبطوله العربيه دي بمهند بشكل قوي، مهند ومع عمر مع منعم ومع تاجيه الصبح وجاد بالظبط كده. خد بالك كانوا هم بس مع الشناوي، حتى كان بيغير في الاسلوب بتاع المراكز بتاع اللعيبه بشكل قوي. بس انا هتكلم حته ايه، حته تغيير المراكز دي. انا عن نفسي انا بقول ايه، اللعيب الكوره اصلا هو بيغير المركز في حته في نص الملعب، في نص الملعب او الناحيه الهجوميه مش الناحيه الدفاعيه. الناحيه الدفاعيه كل واحد بيلعب في المركز بتاعه بشكل قوي جدا، مش بيغير واحد مثلا بيجيبه يروح بيلعبه باك ليفت وبتاع. نص الملعب وحته النواحي الهجوميه، لعيب الكوره اصلا انا شايف ان هو بيبقى مميز في اي حد بيلعب في ايه، في الحته دي بالاطراف في نص الملعب، سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. يعني احنا ايامنا لما كنا بنلعب في 3 في نص الملعب 5-3-2، كنت زمان بنلعب بطريقه 5-3-2، ساعات انا كنت بلعب ناحيه الشمال او طارق بيلعب ناحيه اليمين، وساعات ممكن طارق يلعب باك رايد او يلعب ناحيه ايه ناحيه يعني الامور كلها في الحته بتاعتنا برضو، في حته في الطريقه بتاعتنا في الطرف بتاعه بالظبط. محمد شريف لما كان بيلعبه على الطرف ما كان بيلعب في انبي برضو نفس العمليه، لعب على الطرف ناحيه اليمين ناحيه فيرود ناحيه جناح ناحيه اليمين، كان هو هداف الدوري في انبي كان بشكل كويس، كان بيلعب على الطرف بعدين دخل فيرود وبعدين دخل ايه ناحيه الشمال وهكذا. هي دي التغييرات اللي كان بيعملها زيزو. النهارده احنا برضو احنا نبص ايه لزيزو. زيزو الناس بتتكلم ما بتتكلمش طب زيزو ما بيلعبش مركزه، ما هو ما بيلعبش مركزه. يعني الناس بتقول زيزو كويس لازم يلعب في نص الملعب، ما هو مش مركزه، ما هو مركزه مركز صلاح، مكان مركز صلاح، مركز صلاح. طب احنا الناس ما بتتكلمش على الحته دي ليه؟ ده ثقه في زيزو صح ولا مص... لا ما انا بقول لك لعيب الكوره، لعيب الكوره بيلعب في الحته دي، الحته بتاعت نص الملعب وحته الثلاثه اللي قدام يلعب في اي حته بالظبط. هتقول اهو عشان كده انا بتكلم ايه، كروش النهارده ايه عمل حاجه كويسه جدا، خلى اللعيبه دلوقتي ايه عايز اللعيب يلعب في كذا مركز عشان مش كل اللعيبه بتعرف تعمل ده. ما هو الدليل بص، الدليل النهارده ما عندوش اي مشاكل، انت تلاحظ بص اي تغيير لما بيغير او اي اصابه حتى اي اصابه اي حاجه تغيير مفيش مشكله خالص. طيب تعالى ترجع ورا نلعب انت هنا، اللي تعالى انت العب على الطرف، انت هتحس الامور وتحس ان المنتخب بيأدي بنفس القوه، مفيش مشاكل، مفيش اي مشكله خالص. يعني النهارده اللي عجبني النهارده لما نزل ايه رمضان صبحي، رمضان صبحي بعيد خالص، بعيد عن الايه، بعيد عن البطوله خالص. بس نزله في الدقيقه كام برضه نزله يعني، بس في نقطه بس انا حته رمضان صبحي رمضان قبل النهائي ب 10 دقائق يعني بس نزله ايه، ما كان ممكن ينزل في واحد يملى نص الملعب، ينزل مهند لاشين يملى الحته دي ان هو ايه يزود النص الملعب بشكل قوي. لا نزل رمضان صبحي عشان في حاجه كان بيفكر فيها، ان رمضان من نوعين هو بيقف على الكوره كويس قوي، ان احنا نقدر بقى نستغل بقى الحته دي ان احنا نقف على الكوره، ان احنا نهدي الريتم شويه وندخل احمد صلاح بشكل ايه، واحنا سيطرنا في الشوط الرابع تماما الموضوع. يعني المغرب كان ولا حول لا ولا قوه. وبعدين النهارده ايه لو تبص صلاح احنا لو كنا دوسنا شويه كان ممكن تجيب ثالث ورابع بالظبط. صلاح لما كان بيتعامل مع الراجل مع كروش تحس ان هو ايه في تفاهم غير عادي. حتى صلاح انا ايه طريق صلاح النهارده هو بايه بيلعب النهارده مبسوط لا مبسوط
يعني احنا الناس بتتكلم بتقول صلاح محمد صلاح ازاي ما بيلعبش زي ليفربول بتاع كده. صلاح لما بيجي بيلعب مع منتخب مصر بيقعد 4 ايام بيلعب يتمرن تمرينتين بيلعب الماتش، ما بيلحقش يتاقلم مع اللعيبه، ما لحقش يتمرن مع اللعيبه. في ليفربول متعايش مع الايه مع بيتمرن هنا عايش بقى الشهر الشهر تلاحظ صلاح ايه، بص من اول ماتش كان عامل ازاي غير اخر ماتش غير يعني اتمرن تعايش يبقى بص بقى رقم واحد مظبوط. صلاح بقى حاجه جامده. حسيت صلاح النهارده ان لما كان مارادونا في منتخب الارجنتين هو القائد بتاع المنتخب اللي وصلهم واخد كاس العالم 86، صلاح النهارده هو الليدر. طب انا هوريك بقى صلاح في الاتوبيس مزاجه عامل ازاي قبل ما اروح للكابتن طارق، هوريك بقى الوقت اللقطه دي تشوف صلاح هو جاهز يا جماعه اللقطه دي يلا اطلع علينا بيها كده في الاتوبيس وهو بص علي علي مش ممكن يعمل في ليفربول كده. لا 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 صراحه تحس ان صلاح فعلا مزاجه رايق الروح حلو الروح حلو ومزاجه رايق مبسوط طبعا ما هو بعيد عن الفوز حتى حاسس ان هو الفرقه كلها ادت وطلع اللي جواه والفرقه طلعت اللي جواه بالظبط كده. ما هو لاعب الكوره قبل اي حاجه هو نفسيا لما بيكون مرتاح نفسيا فن برضو الكوره خد بالك طبعًا. يعني مزاجك لو مظبوط بتطلع كده. يعني بالظبط كده يعني لو مرتاح بتطلع كل اللي جواك بالظبط كده. هو انا بشوف انه من ساعه ما خد كابتنت الفرقه كمان فرقت معاه كتير وانا دايما هقول برضو هفضل اقولها لان انت واخدها في عهدكم انت عهد الكابتن حسين فعليا خدها في مباراه جزر القمر تمام كانت هنا في استاد القاهره. اللي عايز اقوله نفسيا لما تبقى كويسه والمزاج عالي تاخد من اللعيب كل حاجه بصرف النظر حتى لو اللعيب امكانياته مش قوي بس بتلاقيه روحه وبتلاقيه بالقتال وهو ده اللي حصل مع اللعيبه كلها. انا اشوف برضو ان التصريح اللي قاله صلاح قبل مباراه كوت ديفوار فرق كتير بالنسبه لي بصراحة. فرق كتير جدا لا شال الضغوط عن اللعيبه الحلقه اللي فاتت كده شال الضغوط على اللعيبه بصراحه شال الضغوط عن اللعيبه كلها بما فيه يعني شفنا تريزيجيه مختلف شفنا نني في ماتش كوت ديفوار يا راجل ده نني حد تاني كله ماتش كوت ديفوار هو قال التصريح ده قبل ماتش كوت ديفوار وكان اصل التصريح النني بالظبط كده يعني النني كان يعني مش بينتقد كان بيهان بالظبط كده للاسف يعني ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك يا استاذ محمد ايه لعيب الكرة مهما كان نجوميته ومهما كان اسمه بيتأثر لازم يتأثر ده طبيعي جدا. في لعيبة خلي بالك هو صلاح كان ذكي جدا في التصريح ده لأن صلاح شال الضغوط اللي عليه هو نفسه لأن قبليها كان صلاح برضو من ضمن الناس اللي الناس بتقعد تتكلم زي ليفربول انت ما اعرفش فده ذكاء من صلاح ان هو رمى الحتة بشكل عام ما هو طبيعي جدا. انا حتى لو ميسي نفسه كان عليه ضغوط من الارجنتين قد كده من البلد كلها في ساعه منتخبات مظبوط فبالتالي مزبوط. صلاح كان ذكي جدا في الجزئيه دي ان انا شلت من انا نفس الشيء وكمان شلت ايه من اللعيبه كلها الضغوط. اللي عايز اقوله ان لا اللعيبه في مرايبين من بعض جدا في روح مختلفه بيحبوا بعض وده باين من على الدكه باين من الشناوي مع ابو جبل في المباراه اللي فاتت باين من صبحي النهارده مع جبل باين النهارده محمود علاء اللعيبه اللي بعيد بقى لها فتره ونزلت في مباراة زي ديت عصبية جدا ومباراة ديربي ومباراة مختلفة تحط في الموقف ده لا هو لا تحسب للعيبة بصراحة وذكاء حتى الماتش شغال ازاي اتعصبوا وازاي كان في مشاكل واللعيبة اشتباكات وبتاعه وتحسب لمستر كيروش ليه؟ لأن هو واثق في اللعيبة اللي موجودة على الدكة يعني محمود علاء لما ينزل وهو بعيد لما عمر كمال عبد واحد ينزل مكان أكرم توفيق وهو بعيد هو دايما لما بتيجي تلعب بثلاثة ديفندرات وتلعب باثنين باكين بيعرفوا يهاجموا فما بيبقاش عندك مشاكل. هي المشاكل فين؟ لما بتلعب بثلاثه بيلعبوا سته او ثلاثه معظم بنسبه كبيره دفاعيين وكمان الباكين دفاعيين فبيبان ان انت ما بتروحش لقدام بيبان ان انت بالظبط كده. انما لما يكون عندك عمر كمان لعب واحد في الجانب اليمين واصلا لعيب هجومي يكون عندك ابو الفتوح ولعب مع كابتشاو غريب في ثلاثه لعبها ناحيه اليمين ولعب في الزمالك وهو متعود على الهجوم فبتختلف طريقه اللعب وتوظيفها مع اللاعبين. عشان كده انا دايما بقول ايه هو بدأ يسمع وبدأ يبقى مركز وبدأ اللعيبة كمان كل ما بتوصل المشكلة اللي كانت كبيرة النهاردة بالنسبة للمباراة ككل
بالنسبه للمنتخب المغربي مش منتخب مصر. ما انا لسه كنت هقول لك بقى، انا هاخد هكلمك برضو في التغييرات بتاعه منتخب مصر انت كابتن عبد الستار. بس المنتخب المغربي كان متعصب جدا، هو حس في الماتش ان هم حاسين في الماتش ان منتخب مصر راكب الماتش مش هم مش قادرين يجاروه. وبعد الماتش حصل اشتباكات، عايز اقول لك في الممر ما يعني لو احنا عندنا اللقطات دي بيقولوا لي ممكن نشوف اهي حصل قلق واشتباك يعني كانوا متعصبين جدا. هو في صوت يا جماعه؟ يعني طبعا يعني احنا طبعا هنعذر في الاخر المنتخب المغربي، منتخب شقيق واصدقاء، ونتمنى لهم التوفيق طول الوقت، ويا رب يكونوا يعني مرافقين لينا ان شاء الله في كاس العالم باذن الله. احنا نتخطى السنغال وهم كمان يتخطوا الكونغو، ونستطيع ان احنا نبقى مع بعض. لكن احنا نتمنى انه في الماتشات اللي زي دي تبقى الامور اسهل من كده، سواء حتى لينا احنا كلاعيبه بتاعتنا او لعيبه المغرب. يعني كلنا في الاخر بنمثل الوطن العربي، وعايز اقول لكم انه في كل مباريات المغرب الجمهور المصري بيشجع المغرب، في كل مباراه تونس الجمهور المصري بيشجع تونس، في كل مباراه الجزائر الجمهور المصري بيشجع. وهنا حتى شوف اللقطه دي، يعني شوف صلاح في نهايه حكيم. الماتش وكل لعيبه منتخب مصر اشرف حكيمي حكيم يعني. وهو مش بس اشرف حكيمي يعني، هو راح كل اللعيبه كلها، كل الجهاز الفني والاداري، كل واحد من المنتخب كان حريص انه يروح كمحمد صلاح، حتى كل لعيبه وتريزيجيه وكل لعيبه راحت عملت. هو ممكن أستاذ محمد اللي بعد المباراة دي ممكن يكون صحفي، ممكن يكون حد قال كلمة، حد مش كده، إنما كلاعيبة مع بعضهم بالظبط كده، إنما كلاعيبة مع بعضهم إحنا شايفين إن بعد المباراة مباشرة شفنا اللي حصل ما بين اللعيبة. إحنا والمغرب أو إحنا وكل المنتخبات العربية كلنا إخوة وأشقاء، دي مباراة بتبقى في الملعب بس 90 دقيقة ديربي، إنما في الأول ناهيين الماتش، هم ناهيين الماتش الروح بيننا وبين اللعيبة كويسة بالظبط. عشان كده بقول لك اللي حصل جوه شرارة طلعت من حد ممكن، إنما بعيد عن اللعيبة بعيد عن الجهاز، لأن إحنا دايما بنحترم بعضينا يعني، دايما الحمد لله الملعب بس 90 دقيقه وبعد كده خلاص. المنتخب المغربي بقى الغريب بالنسبه لي يعني انه كان مريح يوم قبل المباراه زيادة، زياده هم لاعبين قبلنا بيوم، ان انت كنت لاعب 120 دقيقه هو لاعب 90 يعني كل الحاجات دي كلها تدي الافضليه للمنتخب المغربي. اه بالظبط. فاللي انا عايز اقوله لك الضغوط كانت على اللعيبه والجهاز الفني، بدليل تصريحات المدير الفني خليلو حلوزيتش قبل المباراه في 3 4 تصريحات قالهم كده هناك في القناه الرياضيه. انا عرفت انه خايف جدا من المباراه من تصريحاته ومن رد فعل الاعلام هناك. الاعلام هناك انت ركز لانك انت بتلعب باثنين راسين حربه، والاثنين راسين حربه الاثنين شبه بعض، تتكلم على ايوب الكعبي، تتكلم على يوسف النصيري، الاثنين اقوياء بيلعبوا دماغهم كويس، لازم تلعب حد. لا لما بتسمع للجمهور وتغير يبقى انت شكرا مع احترامي يعني هم هناك كمان يعني. وده فرق كبير بينه وبين كيروش الحقيقه. هو لا طبعا ما بيسمعش نهائي، لا خالص. ما هو 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 كيروش بدا يسمع في حاجه واحده بس في توظيف اللعيبه، وهو جربها فعرف ان توظيف اللعيبه بالنسبه له مش ماشي، فحط كل لعيب في مكانه ما عندوش مشكله، بس طريقه ثلاثه هو اللي مصمم عليها. تمام. ما فيش مشكله صمم عليها، بس هيجي لك وقت انت لا قدر الله مغلوب وعايز تجازف وعايز تكسب. النهارده حصل، ما النهارده حصل، احنا كنا مغلوبين النهارده والراجل لعب بالظبط. في نقطه ثانيه برضو، المنتخب المغرب، منتخب المغرب من خلال البطوله لغايه دلوقتي ما لعبش منتخب قوي يعني. احنا نبص على منتخب المغرب مشوار، لا مش البطوله بس على ستار، لا انا سنتين. بتكلم لا انا بتكلم على البطوله دلوقتي، البطوله التصفيات برضو كده نفس في البطوله دي ما لعبش ماتش قوي ولعب غانا. خد بالك هو لعب الجابون وكسب غانا 1-0 لعب غانا والجابون. خلي بالك ما فيش ماتش الجابون زي الجابون كان منتخب مصر، منتخب مصر لعب مغلوب الجابون، لعبت منتخب الجابون منتخب جابون كان افضل على المنتخبات القويه، كان مغلوب 2-0 2-1 ورجع للنتيجه. الجابون طبعا بس المنتخبات القويه المغرب ما لعبش، تعادل مع الجابون هو غانا 1-0 بس ما هو غانا. احنا منتخب مصر لعب جزر القمر منتخب مصر لعب مين؟ لعب نيجيريا ولعب كوت ديفوار يعني منتخب، وعلى رايك بعد كده لعب ملاوي يعني. بس انا برضه المنتخبات برضه الاسامي المنتخبات القويه اللي ليها يعني ايه تاريخ وبتاع الحاجات دي كلها، منتخب المغرب ما لعبش يعني منتخب بس منتخب قوي يا كابتن برضو يعني بس ما لعبش يعني. هو ايه الماتش الوحيد اللي يعني لعب في المدرب، لان دي اسماء كبيره جدا في الملعب. ما هو عشان كده النهارده، بس هم النهارده كانوا خايفين جدا، عاملين من ما انا قلت لحضرتك يا استاذ محمد ايه النهارده منتخب المغرب عامل سيناريو للمباراه ان هو ايه مش هاجم، ان انا اشوف لما جاب الجون هو مش مصدق، هو مش مصدق
انا جبت جون بدري وبتاع ولسه بدري وبتاع الحاجات كلها. عشان كده حاطط كان ايه نظام السيستم ليه ان هو يبتدي المباراه بشكل تاني في بدايه الشوط الثاني. عشان كده الامور اختلفت. منتخب المغرب الراجل النهارده المدير الفني كان عايز بيلعب بطريقه دفاعيه وبعدين انزل بشكل ايه الشوط الثاني بايه طريقه هجوميه. امور اتغيرت. منتخب مصر او الجون ده فوق منتخب مصر زي ما قلت لك. بس انا اتكلم برضو على ايه منتخب مصر. منتخب مصر انا حته في البطولات المجمعه زي ما قال الكابتن شاوي طول عمر منتخب مصر لما بيعدي كل دور الامور بتزيد بيبقى اعلى 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 في حماس اكتر في روح اكتر. في 2017 في تركيز اكتر. 2017 كانت على ملعبنا لا 19 على 19 احنا خسرنا 19 و 17 مع كوبر خد بالك احنا 17 المباراه بتاعت جنوب افريقيا اللي جبنا كسبنا 1-0 اتغلبنا المغرب كسبنا دور الثمانيه برضو المغرب 1-0 لا كسبنا المغرب 1-0 كهربا 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 1-0 كهربا 1-0 دور الثمانيه في الدور في الدور قبل النهائي لا في دور الثمانيه مع كوبر احنا 17 كان عندنا في مصر انا قصدي اقول لك على بطولات مجمعه ليه 17 كان احنا 2010 2017 ما شاركناش اصلا كنا بنخرج من الدور التمهيدي من ثلاث مرات ورا بعض ايوه صح لو تفتكر أيوة وبعدين شاركنا في 17 برضو بدانا كده برضو بالتدريب وصلنا مع كوبا وصلنا دور الثمانيه المغرب كسبنا 1-0 بعدين سيمي فاينل بوركينا فاسو ضربات جزاء لو تفتكر وصلنا فاينل الكاميرون بعد يعني غياب 6 سنين وصلنا فاينل بس انا بكلمك على ايه عشان كده الامور مختلفه خالص في البطولات المجمعه منتخب مصر يعني بتبقى ايه احنا بنزيد بشكل قوي جدا. عشان كده انا بقول لك ايه منتخب مصر المباراه الجايه حتى يعني مباراه النهارده المغرب والمباراه الجايه والمباراه اللي بعدها منتخب مصر هياخد البطوله انا متاكد في مليون في الميه. ده بص انا بقيت والله العظيم بسمع كلامه. بص يا استاذ محمد دي ثالث مره في اللذينه ده والله يعني يا استاذ محمد ان المنتخب بتاعنا ده انا شايف المنتخب بتاعنا ده لو خد البطوله ده من احسن المنتخبات على مدار ايه التاريخ اللي احنا لعب ايه يعني اللي لعب فيها منتخب مصر ايه البطولات الامم لو خد البطوله دي لو خد البطوله يبقى احسن المنتخبات احسن منتخب ليه بقى انا بحسبها بطريقه ايه احنا ايام المنتخب بتاعنا بس هو كده اصلا احسن منتخب يعني حتى هو دلوقتي كل المنتخبات انا بتكلم احسن منتخب في البطوله احسن منتخب على مدار احسن منتخب لمصر كسب البطوله دي في كل المنتخبات المصريه ليه بس محمد قبل كده ليه بقى كسب ليه شفت جلد الذات لنا وهو من ضمن المنتخبات اللي كسبت لا بكلمك على حته هي برضو ايه حته الماتشات يعني منتخب مصر احنا لما ايام الامم الافريقيه بتاعت 98 احنا كنا المجموعه بتاعتنا احنا لعبنا ماتش ايه معانا المغرب ولعبنا بعد كده جنوب افريقيا كانت جامده جدا لا احنا مجموعتنا كانت جامده بعدين لعبنا جوتفار وبعدين لعبنا بوركينا فاسو لعبنا ثلاث ماتشات جامدين احنا يعتبر من البطولات لعبنا ثلاث ماتشات لا انت لعب المغرب ما المغرب المغرب في الدور الاول المغرب لعب زامبيا في الدور الاول كانت زامبيا كانوشا ولا زامبيا لا 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 بص الماتشات انا بتكلم الاسامي انا وكوتفار لا لا كوتفار او المغرب وكوتفار لا وجنوب افريقيا هم ثلاث ماتشات دول الاقويه وبوركينا كان على ملعبها صحيح ايوه بس انا بتكلم على الاسامي احنا نيجي المنتخب مصر اللي موجود دلوقتي بص المنتخب ده منتخب مصر بيلعب ايه الماتشات بتاعته لو خد البطوله لعب نيجيريا لعب كوتفار لعب المغرب لعب الكاميرون لعب السنغال يعني منتخبات خمس قصدك ان هو في الخمس محطات لعب خمس منتخبات من اقوى منتخبات في افريقيا ده احسن منتخب انا شايف لو خدنا البطوله يعتبر ده المنتخب اقوى منتخب اللي احنا ايه لعب بس هو منتخب مصر في كل البطولات كان بيلعب منتخبات كبير طبعا بس خلي بالك المشكله فين بس احنا ايه متقطعه من ناحيه لا انا عايز اقول لك حاجه لعبت السنغال سيمي فاينل ولعبت كوت ديفوار فاينل 2008 انت ملعب الكاميرون فاينل طب انت ماتش كوت ديفوار لا انت مش كده هي مش كده خد البطوله هنا البطوله الوحيده اللي انت لعب خمس ماتشات كبار او الدور الاولاني انت بتتكلم دور 16 لا الدور الاول نيجيريا الدور 16 كوت ديفوار الدور الثمانيه المغرب الدور اللي قبل النهائي سيمي فاينل كاميرون لو كسبنا ان شاء الله نهائي وانت السنغال كده سالت النهائي يبقى انت بتتكلم في ايه هي ده احسن ايه منتخب هي ما بتتقالش كده طب ممكن نطلع نشوف حاجه وبعدين اللي انا عايز اسالك كمان عن تغييرات كارلوس كيروش ورايك فيها بترتيبها اوريك فرحه الناس على الكافيهات وعلى القهوه النهارده كان يوم الحقيقه بجد والله العظيم يوم من الايام اللي اسعدت جدا الشعب المصري اللي التف فعلا حوالين فرقته على فكره كل الناس دي كانت بتهاجم كارلوس كيروش وبتهاجم وما خدش شريف ليه وما خدش افشل وما خدش طارق حامد بس اقول لك حاجه احنا هنا
عندنا الامور دي مختلفه. يعني النهارده معاك بكره عليك. لا تمام، ما هقول لك يعني نفس الناس دي يعني بالظبط اللي هجمت كيروش عشان ما خدش قفشه، وهجمت كيروش ما خدش طارق حامد، ما بين اهلاويه وزمالكاويه وقبليها محمد وزيزو. شريف هم نفسهم النهارده اللي قعدوا قدام قدام الشاشات مش فرحانين، طايرين بانتصار منتخب مصر. نشوف رايحين دي مصر فوزا كبيرا وملحميا على حساب منتخب المغرب بهدفين لهدف أحرزهما محمد صلاح وتريزيجيه ليتأهل الفراعنة للدور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. لا الحمد لله النهاردة أدانا كان أداء محترم ورجالة جدا، والحمد لله أن المنتخب كل دور بيطلعه الأداء بيزيد أكتر. الحمد لله النهاردة كانت لعيبة كان رجالة جدا، ومحمد صلاح ما شاء الله دوره مؤثر جدا. إن شاء الله البطولة دي بتاعتنا يعني إن شاء الله. الحمد لله والشكر لله، رجالة ورفعوا راس مصر ورفعوا راسنا كلنا وفرحونا، والصبر على المدرب بيجيب نتيجة. الأداء رجالة من أول لاعب لأصغر لاعب، من الاحتياط اللي بره، الروح روح الفريق، روح الفريق هي اللي بتسود مش روح الفرد. اللعيبة كانت على قد المسؤولية وكده، وفعلا احنا كنا ماسكين طول الماتش، احنا ماسكين الماتش المغرب ما جاتش تقريبا، وعملنا اللي علينا والحمد لله ربنا كلل مجهودنا بفوز. وان شاء الله الاصابات ترجع محمد الشناوي وحمدي فتحي ان شاء الله يعني يرجعوا، ان شاء الله ابو جبل يكون كويس برده، وان شاء الله نكسب الماتش الجاي ونكسب البطوله ان شاء الله. لا احسن ماتشات لو اخر ماتشين كنت جوار والمغرب النهارده، هو اول ماتش بس ما وفرناش فيه، وثاني ماتش وثالث ماتش يعني كان، بس احنا كل ماتش عن ماتش من زاد حماس ونبقى احسن ان شاء الله، وان شاء الله هناخد البطوله. سيطرنا على الماتش من اوله لاخره الحمد لله. كان الجون الاول كان سذاجه شويه من أيمن أشرف، بس الحمد لله تداركنا الموقف، ومحمد صلاح طبعا قادنا، مش محمد صلاح لوحده، اللعيبة كلها كانت رجالة وكسبنا الحمد لله. لا الحمد لله، ألف 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 مبروك للشعب المصري كله، وكانوا يعني كلهم رجالة في الملعب، ما فيش لعيب أثر في الملعب نهائي. الحمد لله احنا كنا بنلعب المغرب وأربع حكام. المنتخب تحت قيادة فنية محكمة من البرتغالي كارلوس كيروش نجح في التغلب على الإصابات والبداية المهتزة أمام المغرب ليتأهل ويضرب موعدا قويا مع أسود الكاميرون في نصف النهائي. فرحة جديدة عاشتها الجماهير المصرية بالتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والاصطدام بأسود الكاميرون في الدور المقبل. فهل تحقق مصر اللقب الغائب منذ 12 عاما؟ علي البحيري، بوكس تو بوكس، اي تي سي. الفرحة حلوة برضه. طبعا شفت الناس على الكافيهات، وانا عايز اقول لكم انا كنت بحجز بينهم في الفصل. شوف عامل فيها طيب في الفصل كان هياكل. لا خلينا نتكلم الاول على الفرحه وبعدين نرجع لعب سطور، عشان كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر. يعني الفرحه حلوه بجد، بس حلوة. عشان المكسب، عشان الاداء. احنا كمصريين بالظبط كده، احنا كمصريين يا استاذ محمد بنحب الكره الحلوه. لا غير الكره وبنحب الاداء. عايز اقول لك على حاجه، الناس بتقدر اللي بيأدي شغله كويس. يعني انت لو عندك حتى عامل جاي يعمل لك حاجه في البيت، مش هقول لك بقى ماتش ولقيته فعلا بضمير اشتغل، انت كمان هتلاقيك مبسوط منه بجد، هتلاقيك مبسوط منه وفرحان بيه وعايز تديله فلوس اكتر. صح يعني طبعا. ده طبيعي بجد. طبعا لما حد بيدي مجهود وتحس انت بتحسها طبعا. لا فرحه، فالناس حاسه النهارده ان فعلا المنتخب مدي مجهود مضاعف جدا، وكل واحد عامل اللي عليه بالظبط. خاصه زي ما قلنا ان انت المنتخب المغربي مريح قبليك بيوم وانت لاعب 120 دقيقه، فكل ده تعب ومجهود كبير جدا اللعيبه عملته، عشان كده كل الناس فرحانه بالثالث ورابع. خد بالك طبعا شوط ثالث ورابع بيرجع على المغرب. انا بقول لك انا مستغرب من اداء المنتخب المغربي النهارده. كان في خوف من المنتخب المصري. الحمد لله انا ما شفتوش قبل كده. طبعا الحمد لله طبعا. عشان كده بقول لك هم الضغوط كانت عليهم اكتر. انت ما كانتش عندك الضغوط كبيره للدرجه اللي هم كانوا فيها، لان انت لغايه النهارده كل الناس بتساند المنتخب المصري. هم مش كده، هم لا ما لعبوش حد خالص، لا انتوا اول منتخب مصري قوي هتلعبوه، طريقه اللعب ما ينفعش تلعب ب 4 4 2 راح تغير حاجه برضو. ده برضو احنا في فارق كده بين احنا كاعلام وكراي عام وقفنا جنب المنتخب في الفتره الاخيره جدا، خصوصا بعد تصريح صراحه اللي انت قلته بالظبط بصراحه يعني بالظبط صح.
بعكس في المغرب بالظبط. يعني الناس في المغرب هجمت المدير الفني في الـ في الـ في الايام الاخيره بالظبط، وهم كسبانين وواصلين اول مجموعه، مش مقتنعين ومش مبسوطين، مش مقتنعين ومش مبسوطين. هم احساسهم كده، وهم على فكره في الحته دي بيعرفوا يقدروه قوي. يعني يقول لك ايه، لا ده كويس او ده مش كويس او ده مادي، هو برضه زينا يعني، هو هم حاسين مش عاملين اللي عليهم بالظبط كده. خاصه ان كل اللعيبه اللي هو خدها وما خدش حد من الدوري هو واخد كل اللعيبه، كل اللعيبه محترفين وما خدش يعني حد من جوه يعني لا خالص خالص. وقف في لعيبه كويسه جدا، لا ده هم عملوا حاجه كمان، فوزي رجح وقف الدوري كمان. يعني هو كان ممكن الدوري يكمل ما خلاص ما فيش لعيبه خلاص اصلا زي عندنا مثلا في لعيبه من الدوري، لا ده هو كل اللعيبه اللي جايبها لعيبه محترف وما خدش حكيم زياش، ودي كانت عامله له مشكله كبيره جدا قبل قبل البطوله. عارف لو ما خدش اشرف حكيم وكسب كانت الناس نسيت بالظبط كده، لكن طالما ما الناس هتقعد تطلع له في الفطسان بقى انت ما خدتش فلان وما خدتش علان وما عملتش قول انت كنت بتخانق مع عبد الستار اللي بين في الفاصل. عبد الستار اصل كل جيل وليه وقته وليه بطولاته، هو بيقلل من جيل 98. لا بالعكس احنا ما هو شريك ده شريك ب 98. لا بالعكس احنا لا هو بيقول احنا ما قابلناش حد في الدور الاولاني. لا هو بيقول عشان الناس تعرف وجهه النظر المختلف اختلاف في ايه. كابتن عبد الستار بيقول اذا كسبنا البطوله دي هيبقى ده اعظم جيل في تاريخ الكره المصريه حقق كاس الامم. ليه؟ هو كابتن عبد الستار رايه ان هم ان احنا هنكون قابلنا خمسه من القوى العظمى في القاره الافريقيه في كل الادوار، يعني نيجيريا في الدور الاول، كوت ديفوار دور 16، المغرب دور الثمانيه، الكاميرون ان شاء الله نكسبها دور سيمي فاينل، ومتوقع السنغال يوصل فاينل ونكسب لو خدنا اللقب يعني فافترض نكسبه. فده رايه فبدي دعم وحافز للعيبه دي بقى اعظم جيل. كابتن طارق عايز يقول ان ده متغير، ان كل بطوله ليها ظروفها ولها القوى العظمى بتاعتها برضه. خلي الاعداد يعمل لك كده كل بطوله المنتخب المصري لعب مين 2006 هتلاقي لعب كوت ديفوار ولا بكيدك مش لا مش كده لا و2008 لعب كوت ديفوار والسنغال وبعدين 2008 وغانا وكوت ديفوار 2008 خد بالك قابلنا لا 2006 2008 احنا قابلنا الكاميرون في الدور الاولاني والدور الفاينل ايوه صح 4-2 وبعدين 1-0 لو تفتكر. لا قابلنا كوت ديفوار 4-1 ادي ايه قابلنا كوت ديفوار برضه كسبناهم 4-1 لو تفتكر فريقين وقابلنا مين تاني انا مش فاكر. لا افتكر هتلاقي على مدار التاريخ مش اقل من اربع فرق ثلاث اربع عشان تكسب اللقب يعني انت يعني انت لا بعدين احنا ايه متعرف في النهايه عشان تكسب لا انت في 98 انت منتخب زامبيا كان المرشح في الدور الاولاني اللي بس في نقطه انا بتكلم انت معاك زامبيا والمغرب وموزمبيق موزمبيق سيبك من موزمبيق اول ماتش زامبيا والمغرب انت زامبيا والمغرب لعبت كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبوركينا فاسو على ملعبه جنوب افريقيا من القوى العظمى لا القوى العظمى لا وقتها وكوت ديفوار يعني اربع منتخبات لا ثلاث منتخبات دول المغرب يعني احنا المغرب وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وبوركينا لا انا بتكلم عن المنتخبات العظمى المنتخبات القويه اللي خدت التاريخ بطولات افريقيا بوركينا كانت اول بطوله تلعبها في تاريخها كانت اول بطوله كانت اول بطوله كانت اول بطوله هي صاحبه الملعب يعني ايه وصلوها بشكل ايه قوي بس نيجي برده 2006 نفس العمليه المنتخبات لعبنا هو مصر إيه؟ بص هتجيبه يمين ليه بقى كل دور احنا بص يا اسطى محمد كل لسه قايل دلوقتي كل دور نلعب منتخب قوي من القوى العظمى منتخب طب انت في 2019 لعبت على ملعبك كان معاك مين عبد الستار في 2019 لعبت البطوله على ملعبك كان معاك مين لا احنا كان معانا ثلاث منتخبات كان لعبنا احنا جبنا 9 نقط احنا طلعت من جنوب افريقيا طيب ما طلعنا احنا طلعنا دور الثمانيه احنا الدور الاولاني جبنا 9 نقط دور الثمانيه زيمبابوي وما احنا طلعنا طيب كله مش حد 9 نقط بس كنت عامل ازاي بس ما فيش حد مفيش حد مش منتخب هي ملهاش دعوه طب ما تيجي بص ملهاش دعوه بال طب ما تيجي نتفق اتفاق بس نقول دي اصعب بطوله طبعا بلاش بقى ده اقوى جيل يعني بلاش لا انا بتكلم على ايه حته بعدين حته برضه حته انت عارف حسام حسن لو سمعك لا لا انا بتكلم لا احنا لما انا هقول منتخبات ما انا هكلمه اقول له شوف لا المنتخبات لا انا بتكلم لا المنتخب 98 و2006 2008 يعني كل المنتخبات ما شاء الله حاجه جميله 86 حاجه جميله جدا بيبو ومصطفى عبده ومحمد حميد وشوقي غريب منتخبات لها اسم وحاجه يعني ايه منتخبات لها غلبت من السنغال اول ماتش بس انا بتكلم بس كانت عامله ازاي ساعتها ابو كاندي بتكلم على ايه ابو كاندي بشعر اللي هو كان فيرو ده بتكلم على المنتخب ده المنتخب ده لا المنتخب ده اقوى الصعوبات يعني وفي صعوبات كتير قوي في لا في ضغط كتير قوي عليه ويوصل وياخد البطوله احنا كنا هنرجع من كويس وياخد البطوله ضغط ايه وكان ضغوط اكتر من الكابتن جوهري وبعدين في نقطه ثانيه بس كان هيمشي من المطار وبعدين في نقطه ثانيه يا استاذ محمد ايه انا اكلمك حته البطوله مفيش فايده والله بص حته البطوله والله يعني 98 دي مصر كلها
ما بص مش قبل المنتخب اقعد اتكلم لبكره. والله انا عبد الستار تاريخ انا من غير ما اتكلم الناس كلها تقول لك. بص عبد الستار صبري عنده حاجتين, لا بيتفرج على تلفزيون ولا ماتشات. ده هو انا مش هو قاعد ليل ونهار قدام الماتشات. ده انت حتى البرومو بتاع الاذاعه اقول له التقديمه بتاعتك هي ودوش الناحيه الثانيه. لا اقول لك حاجه, تعرف عبد الستار بينام امتى؟ انا اقول على الهوا بقى 8 الصبح. يعني الصبح يعني عارف محمد 8 10 الصبح يعني. لا يا راجل يعني بص ويفضل عمره ايه طول عمره كده. لا ما كانش كده والله عبد الستار ما كانش كده. يعني بص انا اكلمك بقى حته البطوله ليه. انا متاكد ان شاء الله هناخدها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بحسب انا طبعا ليا حسابات مختلفه شويه. قول بقى برتغالي. قول احنا لو تبص احنا من ايه من 86 كل 12 سنه بناخد اخر بطوله. سريعا بقى عشان احنا قدامنا 5 دقايق. كل 12 سنه بناخد اخر بطوله. لو تلاحظ احنا 86 بص ده منجم. 86 12 سنه 86 98 12 سنه 2010 اخر بطوله 12 سنه. بس انا كسبناها 6 ما كانش 12. لا انا بتكلم اخر بطوله احنا اوكي ادي كده كام 12 سنه. هنيجي 22 هناخد البطوله دي كل 12 سنه. بص جاب لك تحليل. انا بكلمك ان شاء الله هناخدها. ان شاء الله هناخدها باذن الله. اللعيبه يعني انا حاسس بس جبتها منين ال 12 سنه دي؟ تحسب 6 8 جبتها لقطات زي دي. انا بقعد بكده ما... انت عارفني انا ايه بصل الصح حريف. ما احنا بنبقى قايمين وهو بيفكر لوحده. بقعد انا حاجات انا بقى ايه بقعد افكر. طب انا كابتن طارق قلت ايه رايك في تغييرات كارلوس كيروش بسريعا بقى لانه الوقت جري مننا. خد بالك تريزيجيه لعب في نهايه الشوط مكان حجازي يعني طلع ونزل تريزيجيه. افضل زيزو مكان مرموش في دقيقه 80. خد بالك يعني فضل صبر على مرموش دقيقة 80. محمود علاء نزل مكان أيمن أشرف في نهاية الشوط الثاني. صبحي طبعا مكان أبو جبل وصدة أبو جبل دي هي اللي خد بالك كانت فرق طبعًا جدا طبعًا فرق دي لو جت لأن توقيتها كمان كان وحش صعب جدا في بداية الشوط الثالث. رمضان صبحي في الدقيقة 111 مكان مصطفى محمد ومروان حمدي مكان محمد صلاح. وقول لي هل هو الصبر على مصطفى محمد ولا كتير صح؟ وانا استغربت انه ما نزلش محمد شريف برضو. توقعنا كده بس ما نزلوش نازل رمضان. هو افضل تغيير في التغييرات اللي اتعملت سنه الاولاني تريزيجيه مكان حجازي وده كان هو هيغلط فيه زي ما اتكلمنا. الحمد لله اللي هو عمل التغيير ده. واتمنى ان هو تاني مره حد يسخن وينزل حد مهند تاني. الماتش اللي فات مهند كان هينزل مكان حمدي فتحي. طب هل ده معناه انه بيتشاور مع ما هي دي اللي انا بقول لحضرتك عليها يا استاذ محمد ان هو بدا يعني يسمع. بدا حاجتين مهمين بالنسبه لنا ان هو توظيف اللعيبه يبقى كل واحد في مكانه. طريقه اللعب خلاص دي بتاعتك وانت مركز فيها وبتلعبها بقالك كتير مع ايران ومع كل المنتخبات اللي انت مسكتها او الفرق اللي انت مسكتها. الحاجه الثانيه تغييراته. انا اشوف ان التغيير الاولاني ده او التغيير اللي كان هيعمله وكان الماتش اللي فات مهند هو اللي كان هينزل وبعدين بدل وبعدين نزل زيزو. انا اشوف لا انه التغيير بدا يسمع للجهاز اللي معاه ودي نقطه انا اشوف ان هي نقطه ايجابيه في صالحه وفي صالح منتخب مصر انك تسمع للجهاز المعاون اللي معاك وبصرف النظر قرار في الاول وراخر ليك. يعني انت لو جايب مهند وهم قالوا لك كذا وانت عايز تنزل مهند مفيش مشكله. فعشان كده بقول لك انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هي تكمل على كده لانك المباراه اللي جايه انت مش هتلاعب منتخب الكاميرون لوحده. وبقول لك من دلوقتي هتلاعب الكاميرون والارض والجمهور وكل الناس لا. هناك عايزه كاميرون يكسب. لا خلاص لاعب الحكم والحكم كل اللي هناك بقى حطه تحت كل بالظبط. طب هل احنا في الموقف زي ده يعني عندنا مش عندنا هنا بوريد المهندس هنا بوريد لا خلاص انت في الاتحاد الافريقي دلوقتي كل اللي موجودين ال 25 اللي كانوا موجودين عندك مصريين مفيش حد فيهم موجود. لا موجود في الاتحاد الافريقي مش هنا بوريد. لا الباشمهندس بس موجود. انا بتكلم على الناس اللي كانوا موجودين في الاتحاد نفسه. اقصد ان المهندس هنا بوريدا ايه المانع التنفيذي يعني المانع ان احنا برضو نستعين بيه ونتكلم معاه انه يامن لنا دي جدا. عارف ليه انا بقول كده ليه؟ لان انا اتفرجت على كل المباريات بتاعه المنتخب الكاميروني كل المباريات بتاع اخرهم المباراه الاخيره لازم في حاجه بيحجمك الحكم بشكل كبير جدا. فاولات مش فاولات بيقربوا من ال 18 طبعا بنوجه رساله بيدي انذار خلي بالك خلي بالك خلي بالك عشان كده انا شت بالدكتور محمد ابو علي الماتش اللي فات يا رب الثلاث ايام دول يعدي على خير من غير ايه ما يقول لك هنعمل وبعدين يعملوا مشاكل وبتاع. خد بالك عندنا خبر ان كيروش طلب منه رسمي ان الاجراءات تبقى حاسمه وصارمه ما فيش تهريج لانه هيتلككوا لنا. ما انا دي اللي انا بقول لحضرتك عليه عشان كده الفار والتحكيم هي المهم ان مستر كيروش وللعيبه يكونوا عارفين ويخرجوا من دلوقتي يتعاملوا نفسيا ان لو حصل كذا ما تتعصبش ما تخرجش
ما حدش يعمل تكالنج زي ايمن اشرف النهارده في ال 18 ما طلب يعني عارف يعني الحاجات اللي هي ما تديش الحكم الفرصه بالظبط كده محمد ما تديش الحكم الفرصه المشكله هتحصل ايه كالاتي الخناقه اللي حصلت النهارده في انا لازم اخد فوت اللبس هيبقى فيها قرارات هيحصل عشان ايه احنا لعب الكاميرون وبعدين في نقطه بس قبل ما لا دي بره الملعب خلاص الملعب خلص لا ما في خرادة عشان هيوقف حد من عندنا يعني لا ما عشان الكاميرون لا دي باينه قوي لا 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 دي في حاجه مش للدرجه دي يعني اللعيبه مالهاش دعوه بس في نقطه بس ايه برده قبل ما نختم فيها حته كروش النهارده عمل حاجه كويسه في الشوط الثالث والرابع لما جبنا الجون الايه الثاني النهارده لاعب عمرو السوليه سيرت باك رجعه ورا خلي النني وتريزيجيه هم الايه الديفندرين وبتاع الحاجات انا ببص عمرو السوليه اخر الماتش اصلا اخر الثالث والرابع كان هو الايه بيلعب هو اللي ردد ورا وهو الايه تحت الدايره يعني ما خلاش النني يرجع ورا خلى السوليه عشان عنده حته الطول عنده حته ان هو يقدر يعني ينط جامب يمسك بشكل كويس قوي هو عملها بشكل كويس عشان كده الكروش النهارده كان ايه قاري الملعب وقاري التغييرات طب لازم نقول كلمه لمحمد صبحي لا محمد صبحي ابو جبل خلي بالك دي برضو ميزة مش موجودة في كل المنتخبات انك عندك حراس مرمى بالكفاءة دي وقوة صراحة وجبل وصبح وجاد كمان لو وقف وخد نفس الشيء كابتن طارق ثقة عالية جدا هي دي ما شاء الله صبحي يعني. نازل النهاردة كأنه مثلا ايه مش هايب الموقف ثقة نازل بيضحك بيتكلم شفت ابو جبل مش عايز يطلع فدي الروح دي انا بقول ان هي فيها شبه كبير جدا 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 من بطولة 98 بصراحة صبحي جون كبير جاي في ظروفها جون كبير جاي الصراحة كلها هيلينا بتاعها بس في نقطة برضه بس محمد ايه كروش انا لازم اخد كروش ده جننتنا بكروش محمد صلاح النهاردة بيتكلم كروش محدش لاحظ يعني هو قال له ايه شغلوا لنا الفيلر بتاع كروش لما نخلص عشان محمد صلاح اللي كروش قال له انا هجيب ضربه جزاء كان النهارده صلاح كان لو تلاحظ النهارده كان كله لعبه كان مش باباص لحد كان بياخد الكوره ويخش على جول على 18 قال له انا هجيب ضربه جزاء ناس اصلا مش ايه قال له بس المغاربه كانوا بيردوا بس انت بتلاحظ محمد صلاح النهارده كان لعبه مختلف بيخش الجول بيخش الجول عايز مختلف ليه عشان الباك الشمال اضعف واحد واحنا قلنا كده بس انا بتكلم قلنا ادم مسيه ده بس اضعف هو مش واحد اضعف بس ده مرعوب منه ده بص ده مرعوب منه ده صلاح تيجي في رجليه الكوره الواد بيبعد ماشي ما انا عادل اللي انا بقوله لك مرعوب قال له كده كان اتكلم محمد صلاح كان ايه والله دي حقيقه والله بيبعد وثلاثه شول ورا يعني عارف وبعدين في كوره بس ما تتطفش يعني هو لوحده وصلاح بس يقرب منه بالظبط بس في نقطه برده الكوره برده محمد رمضان صبحي الكوره الاخيره انا ممكن اقعد يعني للصبح كان اكلمهم دلوقتي في القناه الكوره الاخيره بتاعت لسه عندي فقره لما الجون طلع لما بص ستار ممكن يجي بكره محمد صلاح لما جاب رمضان صبحي بيعمل دبل باص رمضان صبحي عايز يكرم محمد صلاح كان ممكن رمضان صبحي يحطها في الجون الجون فاضي جون فاضي جدا طب ما يبصها له بس تبقى رايحه الجون برضه يعني هو طويله يحطها جون هو يعني كان ممكن رمضان يحطها جون بشكل يعني بس انا بتهيألي كان حاططها رمضان مش مبصيها لا بصيها مبصيها ولا حاططها مبصيها انا شايفه مبصيها الكره اللي في الاخر اللي هي الجول كان متقدم وعملها رمضان صبحي لا بصيها مبصيها كان حاططها مش مبصيها لا مبصيها مش مبصيها محمد صلاح حتى لو تلاحظ محمد صلاح بيكمل لو محمد صلاح بيكمل هو صلاح بيكمل لا 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 لو كان حاططها في الجون كان على طول صلاح كمل بكره انا بقول لك هو سهران النهارده خلي بالك هو سهران هقول لكم كام خبر كده بسرعه ما بينامش عايز يقعد بادئ يومه ايوه بادئ يومه لا بادئ يومه والله اسمع اللي بقول لك عليه اتفرج على افلام قديمه لا والله مسلسلات مش زينا كوره ولا مش وجع دماغ لا ما اتفرجش على كوره خالص وصلت عتاب بين ابو جبل والحضري الحضري قال له يا ابو جبل ما ينفعش تيجي على نفسك لانه في الاخر انت مهم جدا تلعب وانت سليم 100% والحضري صرح حتى وقال انا ما عنديش حارس مرمى هيلعب وهو مش جاهز لا نو واي مش هيحصل وانه بيثق في كل الحراس الاربعه اللي موجودين عندي كام خبر بسرعه محمد عبد المنعم رجع الاهلي تاني رسمي النهارده سيردباك منتخب مصر وهيقيدوه في قائمة كاس العالم قطعوا الإعارة من فيوتشر مقابل ان هم برضو اعاروا لهم مانو ده بيلعب في نفس المكان لسيرد باك ومدوا إعارة كريم نيدفيد سنة كمان وهيتقيد محمد عبد المنعم الصبح في قائمة في الاهلي في كاس العالم للأندية وده هتبقى برضو اضافة بعد اصابة بدر بنون في دفاع النادي الاهلي طبعا قوية وفي غياب ايمن اشرف برضو خد بالك كويس جدا اللعيبة بتاعت منتخب مصر كلها بعيدة عايز اقول لكم كمان انه بيرسي تاو اصابته عامله
مشكله للموسيماني جدا مع لجنه التخطيط لانهم قالوا له انت بعدته جدا وبعدين دفعت بيه مره واحده في ماتش سموحه الملعب ما كانش كويس واديته عالي فجاله اصابه اثرت عليه في الماتش ده ولا فكره عمل كده مع محمد العضله الضمه برضه محمد اداله برضه عمل كده طبعا دي مشكله وبتعاتبه جدا وشايف ان بيرسي تاو اصابته سببها موسيماني. كمان لجنه التخطيط طالبه من مدير التعاقدات في النادي الاهلي انه يقول لهم هو عمل ايه اللي هو امير توفيق عمل ايه مع وكيله موسيماني اللي هي زوجته يعني قبل ما يسافروا الامارات لازم يقول لهم يدوم تقرير رسمي وصل معهم في المفاوضات لايه علشان يعلنوا في بيانها لو هيستمر ولا هيمشي يعني الاهلي عايز يحسم القصه دي نهائيا. كمان انا متهيألي بقى ايه كفايه كده احنا الفقره خلاص جريت مننا احنا وموسيماني وعايز اقول لكم تريزيجيه راح بشاك شهير التركي تريزيجيه راح اعار نهايه الموسم مع بشاك شهير التركي. احنا كده وصلنا لنهايه الفقره. كابتن طارق مصطفى انا بشكرك جدا. شكرا ليك يا محمد استمتعت بالفقره. الف مبروك لمنتخب مصر. مبروك لمنتخب مصر. كابتن عبد الستار صبري مستر عبد الستار البرتغالي اللي مكسر الدنيا نجم التوقعات. خد بالك انت قلت هنكسب البطوله ان شاء الله باذن الله. انا بقيت اصدقك هنكسب البطوله ان شاء الله باذن الله. لا المنتخب يعني فرحنا وده رجول الصراحه عاليه جدا ان شاء الله وربنا يوفقهم ان شاء الله وان شاء الله نبقى نفرح ان شاء الله بالبطوله ان شاء الله. نورتنا شكرا جزيلا كابتن عبد الستار. احنا لسه متواصلين عندنا فقره بقى المهمه بتاعتنا الزمالك ينتخب معنا السيد جمال شعلان المرشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك فوق السن ودائما منبر اي تي سي هو المنبر الذي يظهر فيه مرشحي نادي الزمالك لجمعيتهم العموميه. بكم من جديد في فقرتنا المعتاده في الايام الاخيره وهي فقره الزمالك ينتخب. قبل ما ابدا الفقره انا عايز اوجه الشكر الحقيقه للاستاذ هاني العتال رئيس مجلس اداره اي تي سي لانه فعلا بقت منبر لكل مرشحي نادي الزمالك. ناس كتير بتبعت لي على الواتساب وانا الوقت صدايق كمان يعني بقى ايام قليله جدا على الانتخابات عايز اخد ال70 والله كل الناس احنا تقريبا كلمنا كل الناس في ناس كتير في قائمه رئيس النادي الحالي كلهم اعتذروا احنا كلمناهم كلهم بلا استثناء كلهم اعتذروا قالوا احنا هنستأذن بس ما حدش رد علينا وكتير من المستقلين موجود جبنا الاستاذ عمر هريدي برضو وقايمته مرشح الرئاسه الفتره الجايه هناخد برضو كابتن احمد سليمان وقايمته والفقره دي هدفها ان اي تي سي تكون هي المنبر بكل حياديه وبكل عداله وبدون اي توجيه لاي حد والضيوف موجود اهو معنا دكتور جمال شعلان مرشح عضو مجلس الاداره فوق السن. اهلا بيك دكتور جمال. اهلا بيك اهلا بحضرتك. يعني انا بقول ما فيش اي توجيه حد قال لحضرتك اتكلم في ايه او تعمل تماماً ايه تماما واحنا كلمناك ودعيناك النهارده وجاي حتى ما فيش زي بقوله كده ايه هنتكلم في ايه بس شربناك حاجه برضو عشان شربنا الحمد لله هنسول لكن فكره انه اقسم بالله ما في املاء لاي شيء انا لن اتقابل مع الاستاذ محمد الا
دلوقتي الا حالا وانا بسلم عليك بعد الفقره وهيبينه يعني فما فيش اي املاء. انا من وجهه نظري مش عايز ابقى منافق، لا هقول حاجه غلط ولا هقول شيء أنا يعني اداء يعني ادافع عن حد، انا هقول اللي انا من وجهه نظري كعضو راجل مرشح لعضويه مجلس الاداره وجهه نظري ايه الاخطاء، ايه اللي احنا بنقع فيه. وانت عايز تعمل ايه؟ وانا عايز اعمل طيب ايه طبعا. انا بس هعرف حضرتك لاعضاء الجمعيه العموميه، اكيد برضو معظمهم عارفك، لكن برضو هاكد وللجمهور، الدكتور جمال شعلان مرشح عضويه مجلس اداره نادي الزمالك فوق السن، استشاري للتحاليل الطبيه، رئيس مجلس اداره احدى المعامل المعروفه، ايضا رئيس مجلس اداره مركز تجهيزات العلوم والتكنولوجيا، حصل على الدكتوراه البحثيه العليا، عضو الاتحاد العربي للعمل الانساني، عضو مجلس علماء جامعه الدول العربيه. ما انا هدخل، ما انا يعني شايف كمان ليك الحاجات. انا اقصد السي في كبيره ورئيس مجلس اداره نادي شبين القناطر سابقا، وعايز اقول ان انت برضو ليك نشاط انشطه برضو في العمل في العمل السياسي كمان. امين عام المهنيين في حزب مستقبل وطن، وبجانب مسؤول اتصال السياسي للتحالف المدني حول الانسان، حاجات كتير يعني ليك يعني برضو يعني نشاط على المستوى السياسي، والواضح ان حضرتك من الناس اللي بتحب العمل العام وعايز تنتج في العمل العام. قول لي بقى، جات لك ليه فكرة انك تعرض نفسك على الجمعية العمومية لنادي الزمالك من اجل ان تقدم لهم خدمات؟ رشحت نفسك ليه؟ تمام. البداية انا عضو قديم جدا من اعضاء نادي الزمالك من التسعينات، وكنت دخلت في انتخابات قبل كده، كنت في قائمة الدكتور كمال درويش، وللأسف خلينا نكون صراحة في كل شيء، احنا الناس كلها حبايبنا، ضربت القوائم بالليل الساعة 12 بالليل كعادة مجموعة نادي الزمالك اللي بتشتغل معاها، وانا كنت داخل في قائمة الدكتور كمال، وضربت القوائم بالليل من مجموعة كبيرة لو عايز اقول لك اسماء اقولها، وقعدوا ضربوا القوائم وجمال ما تحطش في القائمة، وقمت الصبح لقيت الورق انا داخل مع القايمه اسمي مش فيه، ورغم ذلك جبت 2400 صوت زي الدكتور كمال، وقايمته نجح منها اثنين فقط لا غير. يعني زاده سنه كام اللي هي الدوره اللي قبل دي اللي نجح فيها مرتضى؟ تمام. اللي نجح 2014. تمام. ف لقيت الجو العام مش حلو. دي كان اول مره ترشح نفسك في 2014. فجيت قلت هرشح نفسي، انا الدوره اللي بعديها قلت مش مرشح. بعت انا اللي هي 17 بقى جابوني 2018 تمام. جابوني نادي شبين القناطر رئيس مجلس اداره او يعني بالانتخاب، وما الناس بصراحه وبعت عن نادي الزمالك تماما اربع سنين بس متواجد. تمام. بروح النادي متواجد كعضو جمعيه عموميه طبعا، وبروح النادي كل يوم مستمر. وعندي جلسه معروفه يوم الاربعاء دايما بنروحها مع اصدقائنا فيها. تمام. فمسكتش نادي شبين اربع سنوات، معايا مجلس محترم، عملنا شغل، انا واخد بطوله افريقيه في المغرب للكونغ فو في المغرب، واخد ذهب وفضه وبرونز، الفريق صعدته من الثالثه بالرابعه للثالثه في تاريخه، لم يصعد صعد في 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 في, في ولايتي اللي انا موجوده من الرابعه للثالثه، وحاليا بيلعب مع نادي الشمس وفي الدرجه الثالثه، وعملت بطولات في أفريقيا. أنا أتذكر كابتن الخطيب يعني في برنامج الانتخابي كتب أنه عمل 2000 وشوية بطولة، يعني أنا عامل فوق 4000 بطولة لو هنسمي بطولات الكاراتيه والكونغ فو، ودي بطولات أنا عامل بطولات في الأربع سنين مع نادي شبين القناطر آلاف البطولات. أقسم بالله هذا حقيقي. كنت بصرف من جيبي أنا صارف فوق 700,000 جنيه في الفترة دي، ومره ومرتين كنت بحاول اقابل وزير، وده نقطه مهمه انا عايز بس دي ابدا، انا مش بحطك في موقف حرج، لكن انا عايز اقول لك كيف تدار الرياضه المصريه. قدمت له طلب اقابل وزير، الوزير ما بيقابلش حد، الوزير يقابل اعضاء مجلس الشعب فقط لا غير، فقط لا غير، عندي يوم الاثنين يقابل اعضاء مجلس الشعب، فعشان جمال يروح لازم جمال ياخد في ايده ابوه عضو مجلس الشعب عشان يقابله. مره في اتنين مفيش، واوراق عندي اوراق رسميه كده بالميعاد ومختومه من السكرتاري. المهم كملت عشان انا لازم انجح، ما بحبش اخش مكان وافشل. ما ممكن تكون بتسيب الطلب بتاعك وبينجز في الوزاره، يعني ما ممكن يبقى الوزير مشغول. لا، وطلعت في الهواء على قناه النيل الرياضه وقلت هذا الكلام ولا حياه المجهول، بس الطلب بتاعك بينجز، ما هو ولا بينجز ولا اي ولا صرف ليا غير ال 50,000 جنيه اللي بتتصرف لي الفرق الرياضيه في السنه، بصرفهم في شهر. تمام. المهم صرفت من جيبي، جيت بعد ما صعدت خلاص انا عملت اللي عليا، الثالثه
يعني كنا بنصرف مثلا ما يعادل 200-300 ألف في الموسم أو 150 ألف في الموسم بنعرف نجمعهم من بعض الناس. لما جيت تالتة تعيز لك مليون جنيه، فقلت يا جماعة حد الوزير نبعت له طلب استقالة مسببة إن يا معالي الوزير أنا صعدت بالفريق وعملت وعملت، اصرف لي فلوس عشان أقدر أشتغل عشان أصعد. تصور الوزير يقول للناس إيه؟ ما بلاش كورة، ما خليكم في البطولات العادية. طيب أوكي، ده نادي مش مركز شباب. أوكي، قدمت استقالتي، الاستقالة المسببة لابد أن يحقق فيها، لم يحقق فيها، قبلت بعد 24 ساعة من بتاعي، وتحولت وعينوا نائب الرئيس راجل محترم اسمه أشرف مع كاني، وشهر يتصرف له 500 ألف جنيه بعد ما يمشي. طب ده معناه ان الوزير متعاون مع النادي كمؤسسه؟ لا لا، ده ضد النادي. ده ما هو يكون واحد بيصرف من جيبه وتدي الفريق، لا يعني لما يجي حد تاني يتولى الامور يديله ويصرف له 500 وانا ألف. طب وانا كنت ايه؟ هل في حاجه يعني هو بيحب ويكره؟ لا، ما هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. هل في حاجه يعني كان سياده الوزير؟ ما هو ده اللي بيحصل. ما هو ده اللي هيخليني ارجع في حاجه يعني سابقه قبل كده. اكيد اكيد يعني. يعني كان في مشكله بينكم قبل كده أكيد. يعني أكيد. بس عموما ده مش موضوعنا دلوقتي. ما هو ده اللي خلاني قلت خلاص كفايه شبين، ارجع بقى لبيتي نادي الزمالك. ففكرت ان انا اترشح. انا بصراحه فكرت ان انا انزل نائب رئيس، انزل رئيس، بس قلت لا. انت بدايتك بالنسبه للزمالك دلوقتي، الزمالك لانه انا راجل رئيس نادي وعملت انجاز كويس. تمام. كل الناس كانت عارفه هذا الكلام. فقلت لا، خليها بدأ عضوية بحيث انك انت برضو يبقى في النهاية انك انت بتبدأ السلم من اوله. رغم استاذ محمد شبانة، انا 59 سنة. يعني هو دايما اللي بنقوله كده، امتى الناس هتمسك، امتى الشباب اللي لسه بنقول شباب، لو هعتبر 59 سنة ده شاب، امتى يمسك نادي الزمالك؟ لما نقعد 70-80 سنة. فالمهم ترشحت وقدمت عضويتي لمجلس إدارة نادي الزمالك ده في الانتخابات دي. وبدأت ان انا اشتغل. كان تفكيري الاتي، عندنا ثلاث رؤساء: مستشار مرتضى منصور، المستشار اللي هو احمد سليمان، المستشار عمر هريدي. طبعا عمر هريدي ربنا يكرمه راجل محترم وكل حاجة، الاثنين برضو محترمين، كل واحد بينادي بقايمة وجايب القايمة ويقول لك ما تاخدش غير قايمة. طيب انا النهارده كفرد كجمعيه عموميه، الجمعيه العموميه دي هتاخد قايمه تاخدها كده على بعضيها؟ يعني انت داخل تاخد رئيس تقوم واخد معاهم 6-7-8-9 الناس دي تاخد ايا كان الناس دي تشتغل ما بتشتغلش، عندها خبره ما عندهاش خبره. يعني احنا هنشتغل تاني للصوت الواحد؟ يعني احنا هنشتغل تاني ان يبقى المتحكم هو رئيس مجلس الإدارة؟ لان انا داخل اختار رئيس مجلس إدارة فاخد القايمة معاه ايا كانت القايمة مين. انا رفضت ده رغم علاقتي الطيبة بالمستشار مرتضى وعلاقتي الطيبة بالمستشار احمد باللواء احمد سليمان، علاقة طيبة وبأعضائهم، لكن انا قلت انا عايز ابقى مستقل. اللي انت شفته في نادي الزمالك متراجع خلاك تنزل انتخابات؟ متراجع اولا يعني المشاكل اللي انت شفتها. انا 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 شفت في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي ان شيء وحش جدا ان نادي الزمالك يتحل ثلاث مرات، رغم ان القانون بيحفظ لمجلس الاداره المنتخب الا يحل الا بتحويل النيابه العامه تقول ده مدان وبعد كده حله. نادي الزمالك عمال يحل بقالنا ثلاث مرات. الاهلي اتحل مره واحده اتشال فيها الوزير طاهر ابو زيد. تيجي تكلم نادي الزمالك ليه؟ لانه فرديه، مفيش رموز. الرموز موجوده، خد بالك عشان الناس يعني النهارده بقينا يعني اللي مضيعنا ان رموز نادي الزمالك كبيره يعني، لكن مش عارفين نجيبهم. انت بتكلمني في قضيه عامة، انا عايز اقول جوه نادي الزمالك اللي انت شفته يحتاج دعم منك او خلاك تندافع ان انت ترشح نفسك وفي ظروف كمان صعبه. انا عمال اسمع جوه النادي ان في المرشحين مش عارفين، ما اعرفش. اولا احنا الفتره اللي فاتت دي في مشكله كبيره جدا، لازم نرجع للجهه الاداريه اللي هي الوزاره، انك انت اللي حطيتنا في الموقف ده. انا النهارده انتخابات، انا داخل انتخابات. تصور ان لحد وقت هذا فاضل 10 ايام على الانتخابات، النهارده 30 يناير، خلاص دخلنا بقى 30 يناير. انت لا عارف تقابل اعضاء الجمعيه العموميه عشان تقعد. طب انا عندي 90,000 عضويه، 93,000 عضويه بتعرض نفسك عليهم. اعرض عليهم ازاي؟ برساله
يعني هل منطق اللي انا اقعد ابعت لواحد لا تنسى جمال شعلان هينتخبني عضو الجمعيه العموميه؟ طب اقابله فين؟ اروح له بيته؟ اروح ل 180 الف شخص اللي هم 93 الف عضويه اضربهم في اتنين زوج وزوجته اروح اقابلهم فين؟ اجيب لهم اقعد في اي مكان؟ لازم اقعد في بيتي اللي هو نادي الزمالك. طب وانت مش عارف تعمل ده؟ مفيش، اتمنع سياده المستشار مرتضى منع ده، قال لك محدش يعمل ده، لو واحد وزع كارت هيتوقف. هل ده منطق؟ ايا كان سياده المستشار عمل ده، في جهه اداريه قاعده ذكيه، في مستشارين قاعدين يشوفوا ده غلط يقول لك ده غلط. طب واذا حد النهارده عمل كده وزع او بيتوقف بيتوقف يعني ما هو ده اللي بيحصل. انا مش بهاجم حد وبتحصل بس صدمات، دي حقيقه وبتحصل صدمات وخناقات طبعا. النهارده شفنا كابتن هشام ايه كان حصل معاه مشكله، سمعت النهارده كابتن هشام حصل له خناقه من كام يوم النهارده في النادي. احنا معانا فيديو 10 ثواني ولا 15 ثانيه برضو للكابتن هشام ايه كان وروا لنا كده يا جماعه، يعني يا ريت تجيبوا لنا كده. بص 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 الدكتور يعني دي زوجته اعتقد بتقول كابتن منتخب مصر بيتعرض للاعتداء ودي مش انتخابات حره، ويعني مش فاهمين ان احنا اللي نقدر نسلم دلوقتي. ده الكابتن هشام يا كان قاعد اهو على الكرسي بعد اللي حصل، يعني بيتقال ان هو حصل اعتداء عليه او حصل مشكله معاه من قالوا الكلام ده النهارده، انا يمكن مش عارف من امن النادي او من حد جوه النادي مش عارف. لكن انا النهارده ده هشام ياكن في الاخر طبعا يعني طبعاً. يعني بعيدا اي حاجه ده راجل يعني رمز من رؤوس الزمالك اكيد وكابتن يعني. منتخب مصر وكابتن يعني نادي الزمالك بعيد عن الانتخابات بقى تمام يعني. واي حد وانا بقول اهو لو انا بكره الصبح هو سياده المستشار قال ما فيش حد يوزع حاجه، طب انا النهارده هقابل الاعضاء الجمعيه ازاي؟ هعرض نفسي ازاي؟ طب ممكن يكون هو معروف ومحبوب من اشخاص معينين، طب انا كشخص والا بقى نعمل لك قوائم زي اتحاد الكوره، خد قايمه مقفوله وده قايمه مقفوله واحنا نبطل بدل ما 60 واحد. وبعدين النهارده انا دافع 5000 جنيه ايا كان المبلغ صغير خليه 10 خد 20 ما احنا هنصرف مثل الفوات. ده انا صارف 90000 جنيه على اليوفا تتقطعت. اليوفا تتقطعت بتاعتي اهي في جوه نادي الزمالك واللي قطعها يمين لا جوه ده قدام اللي النادي جنب نبيله في وش النادي اهي يا فندم اليوفا اهي. لا دي بره النادي يعني بره النادي اتقطعت ازاي اهو اتقطعت اهي اليوفا كلها. لا دي في الشارع يعني دي في الشارع مش جوه النادي. لا في الشارع اتقطعت ازاي ما نعرفش انا مش عايز اقول مين اللي قطع. اول مره اسمع لا 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 انتوا مش بتعملوا وعاملين محضر في الاسم في النيابه. لا انت اليوفا دي مش متعلقه باتفاق مع الحي ده مع شركه تبع الجمهوريه وتبع ناس والناس عقد وكلام من ده ودي يوفا مضاءه خارج بره النادي اتقطعت زي ما انت شايف حضرتك وتيجي تعمل محضر في النيابه يقول لك والدنيا كاميرات. طب جيبوا لنا الناس كل اليوفا بتاعتي في ميدان لبنان اربع يوفا في الميدان ميدان متقطعين لان الوحيد اللي ركب مين اللي بيعمل انا ما هو ده اللي انا ما هو مين اللي يقول ده اتهم حد على الهوا فاقوم انا يعمل لي ما انا مش عارف مين مش عارف ما تقولش اسماء فعلا بنسبه 90% مش عارف ولا متوقع متوقع حد. متوقع شخص ما يعني طب ليه طب عشان ايه 90000 جنيه. طب انت حضرتك ما عملتش بلاغ طلبت في تفريغ الكاميرات والكلام ده؟ طلبت والشركه اللي عملت طلبت الشركه اللي هي انا متعاقد معاها تروح للنيابه وعملت محضر وبلغوني النهارده عملنا محضر وبيحققوا بيشوفوا الكاميرات وكلام من ده ولسه ما ركبوش البديل لها لدرجه انا قلت للشركه لو مش هتركب البديل انا مش هحاسبك لانه اديته 50% فالنهارده كل اليوفط زي ما انت شايف لما اوريها لك كلها. طب جوه النادي وفهمنا بره النادي ليه؟ ما هي لانه يعني انا مش عارف يعني ايه الفكره انا. طب سؤال هل حضرتك مثلا تقدمت للجهه الاداريه مثلا بشكوى قلت ان انا مش عارف هي الجهه الاداريه مش شايفه هي الجهه الاداريه مش عارفه ان النادي المفروض تعين لي لجنه تدير لي النادي في ال 10 ايام دول في ال 15 يوم دول انا بدير انتخابات أيوة ولا انت بتديره ايه؟ ما هو النهارده انا النهارده بس في نقطه كل المجالس برضو اللي موجوده في كل الانديه المجلس انتهى المجلس ده انتهى من شهر من اخر بتاع ديسمبر فترته انتهت المستشار مرتضى بمجلسه خلاص لما رجع فتره اذا كان عايز له سنه من حقه يمدها يعمل قضيه ويمدها اما اذا في اتفاق مع الوزير ان انا اقعد واكمل مش صح
انا عايز ادير انتخابات صح. هو انت متصور النهارده انت مش عايز غير حقك كراجل، عايز عداله بس. هو انت متصور هنشتغل ازاي وتسيب للجمال اخر 10 ايام، وتسيب للجمال حق الاختيار زي ما تختار محمد بيه اخر 10 ايام لما بنحط اللوحات جوه النادي ونعلق ونعمل ونقف. الدوره اللي فاتت كان حصل خناقات وبيضربوا بعض في جوه اللجنه الانتخابيه. ارجع للتصوير الدوره اللي فاتت كان واقفين القايمتين كده وكانوا بيضربوا بعض بيخبطوا بعض بالحاجه واحنا واقفين. فالنهارده انت بتدير النادي النهارده في الفتره اللي جايه على الاقل خلي فيه نوع من المصداقيه شويه ان الناس تنجح. يعني انا مش ضد ده، ما لو نجح المستشار مرتضى خير وبركه، ما هو عمل شيء كويس. ولو نجح الدكتور اللي هو احمد سليمان راجل محترم وبرضه شيء جميل وله تاريخه. عمر هريدي المستشار عمر هريدي نفس الحكايه. لكن انا النهارده الامور اللي بتحصل دي مش هتدي للناس انه يبقى في امان انه يروح. حتى يعني انت في كورونا دي عندك 80,000 عضويه هتحطوا صوتها، يعني 160,000 شخص هيجوا ازاي في يوم واحد ويحطوا صوتهم في الزحمه دي ازاي؟ هل ده ما تمش التفكير فيه، ولا هي الفكره بس ان يوم او يومين لا كده؟ طب عشان ايه؟ طب ما قول لي انت متوقع، يعني انت مؤثر على الجمعيه العموميه ان انت متوقع ان اللي هيجي 20,000 او 25,000 بس؟ ماشي، يبقى انت راجل بقاري الصوره. لكن هل لو حصل ورجع، يعني احنا زادت العضويات في فتره الاربع سنين اللي فاتوا دول ل 45,000 عضويه او 40,000 عضويه في الفتره الاخيره، احنا ما نعرفهمش. 40,000 عضو يعني 80,000 شخص كلنا ما نعرفهمش، احنا نعرف الناس القديمه اللي هم لحد 43,000 عضويه. فبالتالي نرجو الجهه الاداريه يعني تبقى يعني حافمه شويه في كل شيء، تقدر ان هي تدير الفتره اللي جايه. لانه انا واحد من الناس لو انا الامور هتمشي بالشكل ده لا انا هقدم اعتذار عن تكمله الانتخابات وشكرا يا جماعه، انا مش جاي مش ناقص. انا لسه كنت بقول لحضرتك انا لسه مكرم باول امبارح ضمن 100 شخصيه مؤثره في الوطن العربي، ضمن 100 شخصيه. احنا بنعرض الصور حضرتك اللي هي يعني صور بتاعت وفين في ميدان لبنان اللي تحطمت في وش النبيله، يعني بلاش بقى اسماء عشان دي لا يعني انا اقصد طب ده كلام يعني منطقه لا يمكن واحد يخش يقطع لوحه مضاءه اربع لوحات واربعه في ميدان لبنان وواحده لا هو في النهايه ممكن اي حد يرمي اي حاجه يكسرها، لكن اقصد انه اكيد ده في كاميرات قطعها من وش وضهر، في كاميرات في كل حته تظهر اللي عمل كده. الا اذا بقى يعني الامور لا احنا عندنا ما دام الموضوع يعني انا النهارده لما قدم في بلاغ اتقدم خلاص يعني بلاغ في النيابه مؤكد ان النيابه هتاخد كل اجراءاتها يعني. فتيجي تتكلم النهارده بقى طب انا طب اللي جاي هعمل ايه؟ انا يوفط وبتتقطع طيب اقابل الناس ازاي بتاع اعضاء الجمعيه العموميه؟ انت مش قادر تاخد حقوقك الانتخابيه كمرشح للعضويه كمرشح انت مش عايز غير العداله بس ليا والغيري والجمال وما تختار ما تختار مؤكد. وزي ما بقولها اياك اي شخص بينظر للامور بنظره سطحيه ان يقول لك ده ضد فلان، والله انا لا ضد المستشار مرتضى ولا ضد احمد سليمان، انا ضد الامور الخطا. انت دخلتني ولحد الان مثلا صرف لنا يجي 100,000 ولسه الانتخابات ما بداتش، ابدا ولا كفايه فرمل؟ لا فرمل هشوف بقى افكر. انت دلوقتي بتفكر طب ما هو انت ما تقطع لك لوحاتك ومش عارف تقابل الناس اخش اسقط؟ يعني اخر مره دخلت كنت واخد لي 2000 وشويه صوت. يعني انت ممكن دلوقتي ممكن اقدم اعتذاري بكره؟ انت ناوي تقدم اعتذار؟ لا مش ناوي يعني. انا بقول ممكن ده لو شايف انه بعد ما اللوحات الشركه النهارده بتكلمني هتعملها هتتقطع تاني لا دي تبقى مصيبه، يبقى مقصود هذا الشخص او مقصود اي شخص يقول كلمه حق. مقصود اي شخص يقول يعني انت كلمة لو حصل حق ده تاني هتعتذر على الانتخاب؟ مليون في الميه. يعني انا اللوحات المفروض بتركب النهارده او بكره الصبح، اتقطعت اللوحات تاني وهتبقى قدامه موجوده في النيابه برضه وقدام الناس. اتقطعت لا انا هقدم حضرتك حاططها في قدام النادي وفي ميدان لبنان في اماكن حيويه في منطقه بقول لك في ميدان لبنان نفسه وقدام النادي لا وانت واخد اماكن مفترض بالتصاريح من الحي والشركات اللي هي واخده الحقوق دي يعني انت في طبعاً الاخر طبعاً يعني طبعاً انت ما خالفتش القانون يعني 100%. فتيجي النهارده اما انا ابدا الكلام ابدا شغلي بالطريقه طب دي طيب بهذا الشعور يعني وبهذه الاجواء وبدي الروح اللي انا شايفها من ناس كتير يعني رايح فين النادي او يعني
لا لا هو هو احنا لازم نفكر رايح فين نادي الزمالك. يعني تصور يعني انك انت في جبهتين، الجبهتين لا يمكن هيشتغلوا مع بعض. لا الروح يعني دي اللي بقت موجوده في النادي. يعني انا مش موضوع جبهتين، اصل الجبهه دي فيها 7-8 وجبهه دي فيها 7-8، لكن انا شايف الشكوى دي من كل المرشحين. تمام، انتوا 70 مرشح مش بس 7-8 ولا 7-8. فانا شايف الشكوى دي بقت عامه، كل الناس بتيجي هنا تشتكي من نفس الشكوى دي، يمكن حضرتك كمان بتشتكي اكتر من باقي الناس. لكن عشان ايه يعني في الاخر؟ مش ده عمل تطوعي برضو؟ هو ده في الاخر، هو ده عمل التطوعي. وانت بتقول للجمعيه العموميه، انت عايز توصل معلومه للجمعيه العموميه بتاعتك. انا عايز اقول بس بمناسبه الكلام انه ال- 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 عدم الانتخاب الشخص لا يقلل منه. يعني اذا جمال عمية ارتقت انها تنتخب جمال شعلان وما تنتخبش شبانه، ده لا يقلل من شبانه طبعا. ليه؟ لان انا بطرح نفسي بتطرح نفسك. جمال عمية بتختار الدكتور جمال شعلان يخدمها في الفتره دي وشبانه لا، او تختار شبانه يخدمها جمال شعلان لا. ده ملهاش علاقه بقى لا بقيمه وكيان. هتعرف الاستاذ محمد شبانه ازاي ولا جمال شعلان ازاي؟ يعني انا النهارده الاعضاء دول يعني هيعرفوني، يعرفوا عندي فكر ازاي؟ ما هو لازم تحتك بيهم طبعا، وتقابلهم وتتكلم معاهم وتقنعهم ببرامجك يعني انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج اني اول برنامج نطلع عليه. النهارده كل البرامج مش هتجيبك، ولو هتجيب قيمتين، هتجيب الناس بقيمتها، فمش هتجيب 70. امتى قول لي بالله عليك ال70 دول او ال60 دول هيطلعوا على قنوات اخرى مثلا، اي قنوات من فحتى القناه الشرعيه انك انت تطلع تقول للناس انا برنامجي كذا او انا عندي فكر او انا اقدر ادير، كل ده انت النهارده مش هتقدر تقدمه. طب لانك لا بتظهر في تلفزيونات ولا بتقابل اعضاء جوه نادي الزمالك. ما انت اهو بتظهر في التلفزيون. ده انا بقول هي دي اللي طب نشوف بقى هنظهر امتى. ما هو مفيش، هو حضرتك وتشكر انك انت عملت ده وفعلا شيء يعني تحسب لحضرتك. لكن بقيت الاي تي سي. طيب انا عايز حضرتك بقى تقول لنا برضو برنامجك ايه، يعني قول لي بقى. خلينا نخاطب الجمعيه العموميه. بص هنخاطب الجمعيه العموميه سريعا كده. اول حاجه انا لما شفت الجو ده، انا نفسي اول حاجه تتعمل لمجلس اداره نادي الزمالك اللي جاي ايا كان مين هو، سواء انا موجود او مش موجود، اعاده رموز نادي الزمالك. وده اللي خلانا ابقى مستعد. اعاده رموزها هو رموز نادي الزمالك مش موجودين طبعا. طبعا هو في رموز في نادي الزمالك موجودين هنا، موجودين في النادي طبعا. رموز نادي الزمالك كبيره وناس محترمه. يعني اعادتهم بمعنى ايه؟ هم بعدوا ولا بعدوا ولا بعدوا عن الجو العام اللي موجود في النادي، مش بسبب برضه المستشار مرتضى، لكن بسبب حاجات كتيره جدا. ما هو الفتره اللي كان فيها المستشار مرتضى مش موجود السنه، ما كانوش موجودين برضه. يعني خلينا بس هو بعد باله قد ايه؟ سنين. يمكن اخر 10 سنين اللي فاتوا دول انت في ناس تيجي تقعد معاها تقول له ما تقدم نفسك، ده انت اسمك كويس، ما تخش رئيس واحنا معاك وهندعمك ونعمل ونسوي. نادي الزمالك يعني انا بعيد عنه خالص الفتره دي. الفترة دي امتى الله اعلم، لكن معظم رموز نادي الزمالك فين؟ كابتن حسن شحاته من نادي الزمالك فين؟ كتير يعني، انا مش عايز اقول اسماء لان رموز نادي الزمالك كبيره. انا قلت لحضرتك يوم مجلس اداره النادي الاهلي لما جه يترشح، رموز نادي الاهلي اختارت مجلس واحد وقالت، وجابت طبعا ناس تانية مع احترامي لهم، بس مجرد انه يعني ما تبقاش بالتزكيه تمام، وتعين مجلس كامل لان رموز نادي الاهلي قعدت وقالت ده انا اتجمعت لصالح النادي. هو ده احنا عايزين، ده احنا عايزين ده. انت شايف رموز الزمالك ده في صالح كمان يا جماعه، ده في كل اللعبات، بعاد في كل الرياضات. طبعا. انت النهارده حضرتك الكلام ده في صالح المجلس اللي جاي. هو انت المجلس لما يكون قوي ومعاه رموز ما يقدرش يتحل، ما يقدرش حد يحله، ما يقدرش وزير يحله. لا بعيد عن الحل، على الاقل بيشتغل والنادي يهدى والافكار تزيد. حتى لو حليت، بص يا محمد بيه، حتى لو حليت وانا ما حصلش حل، وحصل تجميد. تجميد غلط بسبب ايه؟ عشان كده لا، بسبب مخالفات. ما فيش مخالفات. فين المخالفات؟ لا ما هو النيابه لسه شغاله ولا من خلاص الموضوع اتقفل. لا ما اتقفلش يا فندم في النيابه. طيب. بس عشان الكلام دقيق. هو الجمد السيد الوزير اخذ قرار بتجميد مجلس الزمالك لانه كان هناك من وجهه نظر اللجنه، مش وجهه نظرنا احنا، وجهه نظر اللجنه اللي نزلت، ان كان هناك مخالفات ماليه واداريه، تم تحويلها للنيابه. النيابه لسه شغاله. المحكمه لما حكمت قالت ان فتره سنه كانت فتره كافيه لاعلان نتائج التحقيقات، وما ان لم تعلن
فيعود المجلس مرة أخرى. القانون بقى أنه ما تقدرش تحل لما النيابة تقول أن ده مدام. يعني خلينا نقول أنت حضرتك أول حاجة هدفك إعادة الرموز دي لأن دي مهمة. تاني حاجة موضوع الناس اللي بتتكلم عن نادي 6 أكتوبر وماركون وهو إلى آخره. اللي هو النادي الفرعي. الفرعي. فرع النادي في أكتوبر. هو الأستاذ محمد شبانة لو النهاردة بعلاقاته البسيطة مش هقول أنت طبعا علاقاتك كبيرة لكن بسيطة. لو أنت رحت لأي خطوط طيران عالمية بلاش عالمية قطر. زي ما حصل مع الأرسنال من غير قطر. بقى من غير أسماء ماشي الدول دي بتروح وتقول والله أنا عايز أبني نادي الزمالك ده بنظام البي أو تي هل الناس دي هترفض بعلاقات مش مرتضى لوحده أحمد سليمان عمر هريدي جمال شعلان تقدر تعمل ده سهل جدا إنك أنت من بكرة الصبح نادي الزمالك في 6 أكتوبر يخلص في سنة. نادي الزمالك اسم كبير وقيمة عالية وفي الآخر جماهيرية ضخمة وهو مسوق نفسه وهو مسوق نفسه المفروض إن هو يكون مسوق نفسه دي من ضمن الحاجات. انا يعني انت بتتكلم انه نادي 6 اكتوبر من ضمن اهدافك ان انت تجيب له زي رعايه او شراكه بنظام البي او دي ويخلص خلال سنه تمام. موضوع الاهلي دايما سباق انه هو دايما عننا شركه لكره القدم اللي احنا ما عملناش لحد دلوقتي احنا حتى التلفزيون بتاعنا ما احناش مسيطرين عليه النهارده يكون عندي شركه هي اللي تدير كره القدم ايه المشكله عندي أجهزة فنية عندي لجنة فنية زي ما النادي الأهلي بيعمل أعمل لجنة فنية هي اللي مسؤولة عن كل شيء مع احترامي الشديد إن ابن المصير مرتضى الأمير كان عامل شغل في الفترة اللي فاتت حلوة جدا دي حقيقة تتحسب له لكن أنا برضو عندي رموز رياضية على أعلى مستوى أدخل الناس دي أنت عايز تشتغل بنظام مؤسسي هو ده عندي انا مثلا في شبيل القناطر اول واحد عمل في 20 محافظه يعني فريق الكره النسائيه كنت بلعب في فريق كره نسائيه في الدرجه الثانيه النهارده نادي الزمالك ما فيهوش كره نسائيه ايه المانع ان نعمل فريق كره نسائيه بفكره العمل الفردي دي انا مضايقاني يعني انا لما اجي اتكلم عن كل الناس بتتكلم على اني انا بختار قايمه رئيس ومعاها اعضاء كومبارس سوري لكل الأعضاء اللي موجود في القوائم أنا من وجهة نظري ده الكلام اللي بيتقال لا أنا عايز أختار أشخاص أعرف مين يخدمني أنا مش مجرد باخد قائمة وباخد معاها 5-6 هو بس يعني مع تحفظي على كلمة كومبارس أنا بعتذر فيها وأنا قلت لك يعني أنا مش مقصودة أنا أقصد أنا أستأذنك أنه في الآخر تمام الجمال وما لها الحق يعني أنا أنزل بقائمة حضرتك تنزل فردي أنا أنزل مستقل يعني كل واحد حر لكن في الاخر الجماله العموميه هي لها الحق الوحيد في الاختيار اذا اختارت قايمه ماشي اختارت قايمه الا حتى ماشي اضافت 2 على القايمه ما اختارتش قايمه خالص يعني انا بتحفظ على اللفظ تمام انا متفق معاك في دي ومتفق انه فكره بس انك انا عايز اوصل خد بالك انه برضو الناس خد بالك انه الناس اللي موجوده كلهم عايزين ياخدوا الانتخابات لكن تجمعوا على فكره واحده ممكن تبقى قايمه كده يعني انت ما تشوف يعني اي قائمه موجوده ما هو برضه ناس اعضاء برضه في النادي الزمالك كويسين وعايزين يشتغلوا فانت بتشوف ان فلان ده يصلح امين صندوق فباخده معايا ده يصلح نائب رئيس باخده معايا ده يصلح عضو يعني ده شيء صحي 50 بقى اللي دخلوا دول لا يعني انت حضرتك تقدر يعني تناشد بقى الجمال العمومي يعني ما هو ده اللي انا بقوله من غير ما لا القوائم ما الناس كلها انا قلت الناس كلها محترمه لكن القوائم. انا عندي 50 عضو او 45 عضو اخرين الناس دي ننظر لها ازاي نشوفها ازاي نعرف عندها فكره الزمالك عمره في واحد احسن من اللي هنا ما هو الزمالك عمره ما نجح له قائمه كامله برضه طول الوقت الزمالك بتبقى برضو 4-2-5-3 كده هو معظم القوائم بيسيب واحد هنا ويسيب واحد هنا عشان فكره انه يعني انت من ساعه الموقف بتاع القائمه اللي فات بتاع الدكتور كمال وانت كره القوائم دي حقيقه وانا نفسي هو يبقى اصل انت بتشتغل عندك عقده من القوائم من ساعتها لان يعني انت بتقول نمت صحيت من النوم تيجي الصبح تلاقي القوائم اسمك مش موجوده في القائمه ومضروبه يعني حتى احترم الناس صعب. اللي بتشتغل معاها يعني طب حضرتك قلت الرموز قلت نادي 6 اكتوبر رموز نادي الزمالك ده مهمه جدا 6 اكتوبر عمل منظومه رياضيه متكامله خلاص ولجنه فنيه وشركه كوره علشان خاطر ما ينفردش حد باداره الكوره خصوصا في الزمالك تمام. اللي جماهيرتها الكبيره وكل الالعاب طيب انا عندي النهارده عشان احنا خلاص لازم تتبنى
تتبنى الالعاب الاولمبيه. انا عندي النهارده نادي، انا نادي وعندي بنيه تحتيه في نادي الزمالك على اعلى مستوى. النهارده لما امسك الناس بتوعنا، وانا قلتها برضو في لقاء مره، يعني انا عامل قناه كده على اليوتيوب بقول عليها، اللي هو فكره ايه، احنا يا جماعه بقول لهم اهو يا جماعه ارجوكم انتوا داخلين على الانتخابات وهي تنجح قايمه، ما تجيش عني الاجهزه الفنيه كلها من حبايبك دون النظر ده كويس ولا ده وحش. سيبك من جمال شعلان مش هينجح، ونجحت قايمة أو نجح أشخاص ونجح رئيس، يجي بقى يجيب الناس كلها يا عيني الأصلح والأقدر بس أنا مش عايز منك مليان يعني. وبالتالي لما أجي أجيب الناس أقول أنا عندي 3 أربع، أنا عايز مطلوب منك في سنة تجيب لي 3 أربع أولاد أخذ بهم ميدالية أولمبية تمام، وإلا أنا فشلت. عمر الناس ما بتيجي آخر السنة يجي يقولك أنت خدت الدوري ولا بطولة أفريقيا فقط، عمره ما جه قال لي أنت طلعت كام لاعب أولمبي، عمره ما قال كده، عمره ما قال مثلا أنا طلعت كام ناشئ لكذا. في منظومة رياضية لازم حقنا كأعضاء جمعية عمومية ونملك النادي إن احنا نطالب مجلس الإدارة إن يعمل لي كشف حساب تمام، يقول لي هو عمل ايه وطلع لي ايه وعمل لي ايه تمام. انا من وجهة نظري وحاجة اخيرة، انا اول واحد فتح مع عيادة طبية جوه نادي الزمالك تمام، من 15-20 سنة مع الدكتور محمد عامر، وفتحتها واشتغلت فترة وبعد كده يعني هم جددوها بطريقة تانية وخلاص ما بقتش يعني ما بقتش منسوبة ليا يعني بعد ما جه مجلس واتنين ما بقتش منسوبة ليا. نفسي أفتح عندنا المسجد اللي اتعمل الجديد يتعمل مجموعة عيادات ومعمل تحليل جوه النادي مجانا، أنا مستعد أصرف عليه من نفسي لخدمة أعضاء النادي، لخدمة أعضاء النادي تمام، وأنا أصرف عليه، أنا اللي أجهزه من إيه تو زد. فهو ده لسه العياده اللي انت كنت عاملها زمان دي موجوده؟ موجوده بس موجوده منسوبه للمجلس اللي موجود دلوقتي لانه المجلس يعني المجلس اللي بيدير يعني اللي بيدير. فلكن انا يعني في فتره فتحت وكانت بتدار برضو بطريقه كويسه وكنا معين فيها طبيب وكانت والى الان هي مفتوحه، لكن مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين عياده واتنين، نجيب عيادتين ثلاثه مش هيكلفونا شيء، واعضاء نادي الزمالك فيهم دكاتره كتير، نجيب حد يجي مره واحده الصبح وقرنان، والناس اللي هي اتحلت على المعاش دي هتوافق تمام. في فكر انك تقعد مع الناس وتاخد تدي، تعالى حتى لو عملنا اجر رمزي جنيه ولا 10 جنيه زي اللي بيتعمل، هتقدر انك انت تعمل عياده ببلاش لاعضاء نادي الزمالك، الناس كل يوم تقدر يعني تكشف عليه، تقدر تعمل له تحاليل، كل الكلام ده تقدر تعمله تمام. ففي خدمات كتيره. وبرضو على فكره استاذ محمد، موضوع البرنامج الانتخابي احنا دايما بنقوله خطا، يعني الاستاذ محمد شبانه الصحفي الكبير اللي انا بحبه واحترمه والله العظيم، شكرك الله يكرمك، ولما تيجي تسالني انا برنامجك الانتخابي، طب هو انا اللي يعني هو الرئيس اللي بيعمل برنامج انتخابي ولا جمال شعلان؟ هو انا لو جيت برنامج انتخابي ده عايز اعمله وجيت مع رئيس مش هيعمل لي حاجه، هتيجي تسالني فين برنامجك الانتخابي هتقول له ايه؟ لا هو احنا بنفترض انه الامور بتسير بالشكل المنطقي والطبيعي، يعني احنا بنفترض كده، هو ده اللي بنفترض، يعني انت بتحط برنامج على اعتبار بيجي مجلس والناس عايزه تشتغل بجد والناس عايزه تنسب كل حاجه للناس كلها والناس بتبقى قلبها على بعض وقلبها على النادي وكل الناس منسجمه، المفترض كده هو ده هو ده هو ده الهدف، فيبقى عندك وقت وقدره انك تنفذ برنامجك، يعني ده الطبيعي، ده دي اقصد الحياه الطبيعيه يعني أتمنى. في نادي الزمالك ما اعرفش بقى لا هل الامور مختلفه، وانا بتمنى وبطالب المستشار مرتضى منصور افتح الباب للناس كلها، يعني اشتغل مع الناس، افتح الناس، رجع رموز نادي الزمالك. انت متوقع انه يحصل كده في العشر ايام دول ان الناس تبتدي؟ مش متوقع، لا يائس من القصه دي خالص، انا بقول لك انا في احتماليه بنسبه 90% تنسحب. ان انا انسحب، لانه ما اكذبش عليك واحد عمل تاريخ، انا والله عملت تاريخ يعني. انت حاسس بعدم العداله في الانتخابات؟ احساسك كده؟ طبعا انت نازل بتنحت في الصخر ومش هتعرف تعمل حاجه. هو يعني هو ابسط حاجه، انا علاقتي بمين؟ علاقتي بفرد الجمعيه العموميه، ده ما انا بشوفوش ولا هو بيشوفني، طب هنجح ازاي؟ يعني لو انا افترض ان جمال له كتله الصوت هي 6000 صوت او 5000 صوت مثلا، طب والباقي ما انا ممكن اسقط على 1000 صوت، مظبوط، اوصل لهم ازاي؟ طيب برساله، يعني هو دلوقتي اللي امامك لان هم قالوا لك خدوا الارقام، انت من خلال اي تي سي وصلت له،
اتمنى اتمنى يعني يكون فاهمين ان يا جماعه مش جمال شعلان بس ناس عندهم فكر. انا عايز حضرتك في دقيقه بقى تبص للكاميرا توجه كلمه للجمال العمال نادي الزمالك او الناخبين بتوع نادي الزمالك. اتفضل. تحياتي لكم جميعا اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. انا يعني لو شفتوا السي في بتاعتي الحمد لله من افضل السي في. انا قعدت اكتب فيها لقيت ان انا بكتب 30 40 حاجه ولو انا قلت بطولات وعملت شغل هتلاقيني عامل شغل كتير قوي. انا مش عايزك ومش جمال شعلان لوحده، انا عايزك دايما تبص لمصلحه نادي الزمالك. عيب الفرق بنادي الزمالك ان ولاده بيخش ياخد قايمه ايا كانت هتعمل ايه. انا جاي راح اخد فلان، طب يا سيدي خد اللي انت عايزه بس خد ناس تشتغل، خد ناس انت واثق انه هيعمل لك حاجه الا اذا كنتش عايز حاجه، الا اذا كنت مش يهمك نادي الزمالك. ما على فكره في فتره كانت في ناس بتقول ان نادي الزمالك دخلوا اهلاويه كتير فبيخربوا فيه. طب انت بتساعد ده، مين اللي مسؤول عن كده بقى؟ اللي دخل عضويات كتيره اهلاويه. انت بتساعد ده، انت كزملكاوي بتحب نادي الزمالك بتساعد ان الزمالك بيقع. فاختار، ارجوك اختار صح. اختيارك الصح يا جماعه في حاجات كتيره قوي. ده روسيا كانت زرعه واحد في امريكا قاعد بس يختار الناس الخطا في المكان. هقول ايه؟ انا عايزك بس يعني ما هو يعني حتى في تشبيهاتك يعني يعني مش للدرجه دي يعني. ما هو هقول ايه؟ ما هو انت لما بتختار غلط كل حاجه غلط. انت ما بتختار شيء كل حاجه غلط. احنا عايزين ناس تقعد تفكر في مصلحه نادي الزمالك، تعمل شغل لنادي الزمالك. لو انتوا شايفين ان جمال هيقدم لك شيء يا شيخ خش على صفحتي وشوف انا عملت ايه. انا عشان اخد ساعتين ثلاثه عشان اقول لك انا بعمل ايه. تمام. فاتمنى صوتي يوصل، اتمنى اني في الفتره اللي جايه دي الجهه الاداريه تتدخل شويه وتحاول شوف نعمل ايه. ما هو يعني لو انا مش هقابل فرد الجمعيه العموميه في النادي او انا مش هوصل له، طب ما هينتخبني ازاي الا اذا شافني بقى على الاتسي. بشكر سعادتك. احنا اللي بنشكرك يا دكتور جمال وبنتمنى لك التوفيق ونورتنا وصوتك اكيد وصل للجمعيه العموميه ولا حق الاختيار جمال عمية. ونتمنى ان شاء الله الاستقرار لنادي الزمالك في السنوات القادمه، يكون الاختيار في محله، لانه في الاخر الذي يدفع ثمن الاختيار سواء ايجابا او سلبا هو كيان عظيم اسمه نادي الزمالك. بشكر حضرتك جدا دكتور جمال شعلان، بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله نشوفك دايما على خير. احنا كده يعني وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام الساعه 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. وانا عارف ان انتوا هتناموا بقى في ليله سعيده، النهارده كسبانين المغرب وصاعدين للدور قبل النهائي، وهفكركم هنقابل الكاميرون يوم الخميس ان شاء الله المقبل في تمام الساعه 9 مساء.